اهلا بيكم. جه اليوم اللي ملايين المصريين بقوا قاعدين منتظرين قرارات البنك المركزي، ولا كان يجي على بالنا. ولو كنت سالت 80% من المصريين هو فين البنك المركزي ده، ما حدش يعرفه. لدرجه الناس بدات تكتب تقول لك احنا بقينا بنخاف من البنك المركزي اكتر من الامن المركزي. ليه؟ لأن البنك المركزي النهاردة هو اللي بيحدد لك السياسات في الظروف الاقتصادية اللي احنا عايشينها. لو عايز تعرف سعر الجنيه هيطلع هينزل، البنك المركزي تحديدا لجنة السياسات النقدية. لو انت عايز تعرف هل في شهادات هتطرح بعائد أعلى، البنك المركزي. التضخم، البنك المركزي. الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الصعبة، البنك المركزي. البنك المركزي النهاردة، مش النهاردة، لا يزال حتى هذه اللحظة منعقدا بيبحث أمور كثيرة، منها أول حاجة سعر الفايدة. سعر الفايدة يعني لو في مستثمر رايح ياخد قرض من البنك هياخده بكام. البنك المركزي النهاردة هقول لك قرر إيه. طيب لو أنا عايز أربط شهادة هتبقى الشهادة بكام؟ طيب هو بيحدد سعر الفايدة بناء على إيه؟ يقول لك التضخم. التضخم في مصر سجل خلال الشهر الماضي 21 وكسر 21%. يعني لو أنت رابط شهادة ب 17% أنت خسران 4%. تخيل تضخم. كل بنوك العالم بتقرر تحارب التضخم، واحنا مش احسن من البنك الفيدرالي الامريكي اللي بقاله سنه عمال يزود اسعار الفايده على الدولار، طلع من 0 ل 4.5%. النهارده البنك المركزي المصري قرر منذ دقائق انه هو يزود الفايده، اسمها العائد على سعر الاقراض والخصم، 300 نقطه اساس، يعني بالكلام بتاعنا البلدي 3%. 3%. لو انت النهارده كنت رايح تاخد قرض ب 10% من البنك بقى 13% او 12.5%. لو البنك النهارده الصبح كان متفق معاك على 12%، احمد ربنا ان انت عديت بيه، لان يوم الاحد هيقول لك 14 و15% ايه بيسموها فلات ريت، يعني مقطوعه، يعني بتتكلم في 20 و22 و24. معنى البنك المركزي خد القرار ده يبقى لازم يطرح شهادة، ولو طرح شهادة هيعمل ايه في سعر صرف الجنيه. الناس كلها قاعدة مستنية، والاجتماع لا يزال مستمر. مفروض البنك المركزي واخد قراراته، بس اللجنة اجتمعت اهو من شوية. عكس فترات سابقة كان البنك المركزي يجتمع منذ الصباح الباكر، يعني 9 الصبح. النهاردة هو بيقفل نهاية اسبوع. طبعا في فروع لبعض البنوك بتفتح في المولات، لكن الذي جاءنا الآن أن البنك المركزي قرر رفع سعر الفايدة 3%. 3%. سوف أوافي حضراتكم ببقية قرارات البنك المركزي تباعا، أول ما تطلع أول بول فريق الإعداد هيبلغني وهبلغ حضراتكم. تعال نروح لدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القرار للدراسات الاقتصادية، وعايز أقول لحضراتكم خبر البنك المركزي لم يكن هو الخبر الأول في المصرف فند الليلة. قلت بقى لسه قدامه ساعة وكلام، بس طالما طلع احتل الصدارة. دكتور عبد المنعم مساء الخير. مساء النور يا فندم، واهلا بحضرتك. فاجأنا البنك المركزي او لجنه السياسات النقديه بعكس كل التوقعات اللي قالت انه هيزود 1% من 1 الى 2%، والبعض قال 1.5% يعلي فيها سعر الفايده، لكن هو قال لك 3%. عندك تفسير؟ دايما حضرتك قلت وتفضلت كده ان هو البنك المركزي بيحاول بيحارب التضخم او بيحاول يقلل معدل التضخم وزياده الاسعار داخل السوق، فبيتبع سياسه استخدام سعر الفايده كاداه او يعني احد الادوات اللي خاصه بالبنك المركزي، انه لما يزود سعر الفايده هيحارب التضخم، بمعنى انه الطلب على السلع يقل وبالتالي الاسعار تبدا تقل. وحاجة تانية ودي مهمة، انه البنك المركزي بيحاول انه يحافظ على قيمة
الودايع الموجوده والتي تم ربطها خلال الفترات الماضيه، لانه النهارده الودايع مربوطه بنسبه كام؟ 14 و15%. فالنهارده لما يكون عندي تضخم 21% وده المعلن، لكن هو يمكن يكون في بعض السلع متجاوز هذا النسبه بكثير، فاصبح النهارده البنك المركزي بيحاول يحافظ على معدل او القوه الشرائيه للجنيه مقابل داخل حركه السوق والبيع والشراء. القرار ده ليه ايجابيات وليه سلبيات. الايجابيات ايجابياته زي ما قلنا لحضرتك محاوله من البنك المركزي لمعالجه التضخم، معالجه زياده الاسعار، بيحافظ على قيمه الودائع الموجوده للناس، ما تقلش قيمتها او القوه الشرائيه للجنيه. نعم. ما تقلش، تمام. لكن سلبياته انه اكبر مدين في مصر هو الحكومه، وبالتالي الموازنه العامه هيزداد العجز الخاص بها بشكل بنسبه 3%، يعني احنا بنتكلم ما بين 60 الى 90 مليار جنيه هتتحملهم الموازنه العامه اعباء. ده جزء. الجزء الثاني النهارده كلفه التمويل للمصانع والشركات هتزيد، خاصه في ظل غياب ده للمصانع او المستثمرين اللي عايزين ياخدوا قروض، تمام، في ظل فكده ممكن يعزفوا عن انهم ياخدوا قرض، تمام. ان احنا عندنا المبادرات نوعين، في مبادرات تم استكمالها او قائمه زي مبادره الاسكان اللي هي 3%، مبادرات خاصه بالسياحه موجوده، لكن في مبادرات زي مبادرات صناعيه تم توقيفها، تمام. فلما تم توقيفها ده معناه النهارده هياخد بالسعر الموجود. النهارده السعر حسب ما تم الاعلان عنه اتحرك في الودائع من 13 الى 16، وفي الاقتراض من 14 الى 17.25، يعني 17 وربع، فده نسبة كبيرة. فكلفة الإنتاج النهاردة زادت أو هتزيد، فده معناه أن تكاليف المنتج وتكلفة بسبب تكلفة التمويل للشركات اللي هتتحصل على تمويل هتزيد، وبالتالي هينتج عنها برضو زيادة في الأسعار. فده جزء. النقطة الثانية زي ما حضرتك قلت، النهاردة اللي هيفكر في التوسع هيقول لك لا استنى شوية. طب معدلات الربح، أنا النهاردة تاجر بكسب في سلعتي او في بضاعتي او في المشروع اللي انا فاتحه 20% او 22% وانا راضي. طب النهارده لو انا حطيت فلوسي في البنك بدون اي جهد وبدون اي ريسك هاخد 16.5 وطالما او 16 وربع، وطالما انه كلمنا على 16 وربع، يعني معناه ان في شهادات استثمار ممكن تكون موجوده خلال ايام برقم اكبر من ده. لا لحظه، طالما زود 3% على الفايده يبقى في شهادات هتبقى اكتر، صح؟ ممكن طبعا، يعني ممكن يكون البنوك الحكوميه عشان يمتص السيوله والناس تربط شهادات، تمام. فده معناه ان ممكن نسمع ان في شهاده ب 17 و18 و19% وممكن نصل ل 20. طب ده معناه ان انا عندي تامين او رقم موجود اقدر احصل عليه بدون ريسك وبدون مخاطره ب 20%. فانا النهارده لو انا بكسب 20 او 22% لا، هقول لا انا لازم ازود دخلي عشان عندي الفرصه البديله. حاجة اسمها في عندنا في المحاسبة والتجارة والاقتصاد اسمها الفرصة البديلة. نعم. ان انا بدون اي جهد هاخد 17%، طب بالجهد المفروض اخد 27 و37، فالنسب هنا هتزيد. فده طيب ليه حضرتك دكتور عبد المنعم الاجتماع ما عقدش صباح اليوم؟ يعني ليه دلوقتي ولسه ما طلعش لسه بيانات من البنك الاهلي ومصر اللي هو بخصوص شهادات جديده؟ ليه ما تكلمش عن تخفيض في سعر الجنيه وفي توقعات بده؟ طيب نمسك واحده واحده. هو فكره ان هو ما بداش اول اليوم هي طبعا ده اجراء تنظيمي للجنه السياسات داخل البنك المركزي، لكن هو المعتاد انه بيتم انعقاد مع نهايه اليوم عشان يكون اليوم كيوم عمل انتهى وما يكونش هناك حركه داخل الاسواق البنكيه بعد القرارات اللي هيصدرها البنك المركزي. ده المعتاد. طيب نتكلم على نقطه ثانيه، ان هو نقطه ان هو يكون عنده قيام البنوك الحكوميه او اي بنوك باصدار شهادات استثماريه او تم الاعلان عنها، لا ده بيتم بعد قرارات البنك المركزي وليس موازيا ليها، بيمشي بعد بيكون بعدها، يعني بيكون في الوقت الحالي، يعني مثلا يوم الاحد او الاثنين او الاسبوع القادم قد يصدر من بعض البنوك يكون لدينا شهادات استثمار. ماذا عن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار؟
سعر صرف الجنيه هو لم يعني وفقا للبنوك او البنك المركزي حتى الان لم يتم زيادته، واتوقع انه لن يتم زيادته، او متاسف اللي هو التعويم اللي هو تخفيض قيمه الجنيه مقابل الدولار، لانه انا عندي شح دولاري، فانا النهارده لو انا زودت او عومت الجنيه او خفضت قيمته مقابل الدولار بنكيا وفي التعامل البنكي، يبقى انا مطالب ان انا اطلع من الخزانه البنكيه والبنوك المصريه اكثر من 7 مليار على الاقل اجيب بها لشراء او لتخليص الجمهور ومرك البضائع الموجوده في الميناء، الموجوده اللي هي في حدود ما بين 5 ل 6 مليار، محتاج ان ندخل سيوله دولاريه داخل الاسواق عشان ما يكونش عندي سوق موازي. في الحاله ديت ما طالما ان انا ما عنديش السيوله دي، طب احنا منتظرين ايه؟ اتوقع برضو ده توقع من عندي، منتظرين حجم الاستثمارات العربيه والاجنبيه اللي ممكن تدخل، خاصه بعد موافقه صندوق النقد الدولي على الاقتراض المصري ب 3 مليار دولار، وهيكون في شريحه ب 347 مليون دولار خلال ايام، ممكن ده هيفتح لنا مجال للحصول على التمويلات والاستثمارات العربيه من دول السعوديه والامارات وقطر وغيرها، وبالتالي هيكون عندي السيوله الدولاريه، يبدا يكون هناك سعر عادل، لانه حتى السعر الدولاري الموجود في السوق السوداء او السوق الموازيه هو مبالغ فيه بشكل كبير، لكن نتيجه المضاربات داخل السوق واحنا زي ما حصل. طيب دعني اتوقف معك عند هذه النقطه، وسوف اتابع مع حضرتك في مداخله في حلقه الليله بعد ما نشوف بقيه قرارات المجلس او لجنه السياسات النقديه. بشكرك دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه، ونشير هنا لان لجنه السياسات النقديه قررت في اجتماعها منذ دقائق قبل ما نطلع هواء رفع اسعار الفايده بيسموها 300 نقطه اساس اللي هي 3%. لو انت ناوي بقى تاخد قرض سياره ولا اي قروض، لا الدنيا زادت جامد جدا يعني. وانت لو على مستواك الشخصي انصحك بشكل شخصي ما تقربش من البنوك اليومين دول وتاخد اي قرض، لان الفايده هتبقى عاليه جدا. ده بالنسبه لك كموظف وكمواطن وبتتقاضى دخل او راتب شهر، لكن الشركات بقى كان الله في عونها لان دي مبالغ كبيره. اكبر حد متاثر بال3% الحكومه. زمان الحكومه قاعده دلوقتي يعني مدوراها ايه بقى عبد الوهاب، يعني اختار الاغنيه اللي انت عايزها يعني. لكن لان 3% والحكومه واخده ديون في حدود 6 تريليون 6000 مليار، انت بتتكلم في كام كده؟ يعني ال1% يعمل 60 مليار، ال3% يعملوا 180 مليار. يعني الحكومه النهارده القرار اللي خده المركزي ده يكلفها كل يوم 500 مليون جنيه فوائد على الديون وعلى السندات والأزول الخزانة اللي هتاخدها. فطبعا بتتحسب 1% من 6 تريليون جنيه يطلع لك 60 مليار، اضرب بقى 3% ادي 180 مليار. ربنا يعني يجيب العوائب سليمة، كان الله في عون الحكومة في هذا المأزق يعني. طيب تعالوا نروح إلى مؤتمر مهم عقدته هيئة قناة السويس النهاردة، ومؤتمر صحفي عالمي يناقش فيه ما أثير مؤخرا حول مشروع قانون اللي تم إقراره من البرلمان بهدف إنشاء صندوق يتبع هيئة قناة السويس. الفترة اللي فاتت كان في ضجة كبيرة جدا، وهي ضجة مستحقة، لأن أي حاجة تتعلق بمرفق قناة السويس لا ده حاجة يعني في التاريخ يعني. والشباب الصغير حضر فيلم الناصر 56، وجدود الجدود 120,000 اللي كانوا بيلموهم أجدادنا كلهم اللي حفروا هذه القناة وماتوا في حفر قناة السويس، فأي حاجة تبث قناة السويس تلاقي الشعب ينتفض ليها. أنا أعتقد أن الحكومة ولتقبل مني هذا أنها فشلت فشلا كبيرا في صياغة مشروع القانون للرأي العام، يعني ما عرفتش حتى تدافع عن وجهة نظرها. واستنفرت أعضاء كرام في مجلس النواب أعلنوا رفضهم، وشخصيات عامة كبيرة أعلنت تحفظها ورفضها لهذا القرار. عايزين بس نشرح كام نقطة قبل ما أعرض لحضراتكم الجزء الخاص بهذا المؤتمر الصحفي. ارجع عليا بالكاميرا، سيبك من السفن وتعالى نشرح للسادة المشاهدين. بص يا سيدي،
انت عندك، انت راجل اونر مالك، تمتلك محل بقاله هنا وصيدليه هنا ماشي، ومطعم هنا وفندق هناك والكلام، مفروض ان انت عندك مدير مالي كبير ماشي، يقول لكل فرع استثماري بتستثمره ابعت لي كل مدخولاتك او ارباحك بالكامل عندي، ده الاصل، عشان انا هبدا اوزع على الكل، ده خسران ده كسبان، ده عايز يتطور ده مش عايز يتطور. لكن يجي صاحب المطعم انت مالك ليه، يقول لك لا انا هسوي حساباتي مع نفسي، وانت ليك عندي في نهايه السنه هديك 100 باكو، فانت توافق على كده، فتقول بقول لك ايه بلاها دوشه، انا مال ومال العمال، انا كده جاي لك كمدير مالي وانا قاعد مع الاونر فوق الملك، ادي 100 باكو من هنا، المصنع يتطور ما يتطورش ال 100 باكو ثابتين، طب لو فلوسه وارباحه زادت برضه ثابتين. طيب انت عايز تعمل حاجه، حاجه العالم كله بيعملها، انا هنا بدي مثال كشركه خاصه، عايز تعمل حاجه اسمها وحده موازنه، يعني عايز الصيدليه اللي تمتلكها والمطعم اللي تمتلكه والفندق اللي تمتلكه كل الايرادات تصب عندك عشان تبقى شايفها، وكل النفقات تطلع من عندك، ده عشان حاجه اسمها الشفافيه. انت حبيبي عايز تطور الصيدليه تقدم لي كشف، عايز تطورها بكام بكذا، ما انت ده دوري كمدير مالي كبير، ادي لك القرشين اللي بتطور بيهم الصيدليه، بس لما هطور لك الصيدليه هتزود لي الايراد بقى، ما هو امال انا بطورها لك ليه؟ ده ما يسموه في العالم المتقدم وحده الميزانيه. احنا عندنا في مصر مشكله في وحده الميزانيه. الميزانية الكلية للدولة المصرية لا تزيد عن 52% من إجمالي الدخل. اسمع الكلام الحلو ده، يعني الفلوس اللي بيحصلها دكتور محمد معيط ما تجيبش 52%. في المثال اللي ضربته لك في الشركة اللي أنا بمتلكها، كل الفلوس اللي المدير المالي أنا معينه يقول لي بص هو مفروض يجي لنا في نهاية السنة مليون، بس انا مش متحكم الا في نص مليون بس، طب فين يا ابني بقيه النص؟ ما الصيدليه والكلام. ليه بقى؟ هو احنا عجبه ليه؟ ده اسمه وحده الموازنه العامه للدوله. لان من 50 سنة نشات حاجه اسمها الصناديق الخاصه. ايه هي فكره الصناديق الخاصه؟ الدولة المصرية بعد هزيمة 67 النكراء ووجهت كل فلوسها للمجهود الحربي، احتاجت المحافظات انه عايز يرصف شارع، عايز يزرع شجر في شارع، فالمحافظة تبعت للحكومة ولوزارة المالية تقول لها هجيب فلوس منين، الفلوس كلها المجهود الحربي. بقول لك ايه يا محافظة، ما تعملي رسم كده كارتة على اي مواصلات معدية ايام زمان، يعني شيلن 10 ساخ وجمع الفلوس دي وحطيه في صندوق خاص، وانا كوزير ماليه ولا لي علاقه بيه، وخد دهين الايه المحافظه وشجري. حصل بقى ايه الموضوع ده؟ احنا اساسا كمصريين ابتدى يورث من رئيس لرئيس ومن نظام حكم لنظام حكم، لحد ما بقى عندنا صناديق خاصه لا تعلم الدولة المصرية عنها شيء. كل الجامعات ليها صناديق خاصة، كل الوزارات ليها صناديق خاصة، كل المحافظات ليها صناديق خاصة. والصندوق الخاص هم بيتصرفوا فيه زي ما هم عايزين. تعال ادي لك مثال على الهوا، أنا بقول لك كلام خطير قوي. في فترة من الفترات كنت تلاقي محافظة تعمل لك 10 صفحات إعلانات في الأهرام، ممكن تكلفتهم يبقى مليون مليون ونص، لو دورت على ميزانية المحافظة ما تجيبش، هو من الصندوق الخاص. الفلان الفلاني المسؤول الفلاني، مش هذكر المناصب، عين لنفسه مستشار إعلامي ب20,000 جنيه، منين؟ من الصندوق الخاص، كل حاجة صندوق خاص. يجي يقول لك بقى إشراف جهاز مركز المحاسبات إشراف، لا ده ضحك على الدقون، أنا بقول لك أهو على الهوا. فالوزارات عملت توسعت،
تقدر عدد الصناديق الخاصة ب6000 صندوق. متخيل؟ كان عندنا وزير مالية سنة 2011 طلع تصريح خطير قوي نشر في الصحف في 2011 بعد ثورة يناير، قال أن إجمالي ما تم رصده حتى الآن، بص حتى الآن يعني لسه وهم بيجردوا سنة 2011 34 مليار جنيه في الصناديق الخاصة، إجمالي ما تم رصده. الرئيس السيسي لما جه ملتفت للصناديق الخاصة فقال إيه؟ قال أنا بدعو كل الصناديق الخاصة إنها تحط 25% من كل فلوسها اللي موجودة حاليا داخل حساب موحد في وزارة المالية في البنك المركزي، وانتظر إنه هيلم مبلغ كبير عشان يبدأ، الدولة كانت مفلسة يا باشا، ولا حد قال حاجة، ولا حد قال حاجة. فأنت حتى هذه اللحظة شوف الدولة المصرية وعندنا أجهزة رقابية قد إيه، إحنا ما نعرفش عندنا كم صندوق خاص، ما نعرفش فلوسه قد إيه. ماشي، الصندوق الخاص بقى تعالى في المثال اللي أنا قلته لك، أنا رجل أعمال كبير عندي شركة كبيرة استثمارات، فعندي مطعم، صيدلية، فندق، بنزينة مثلا، في حاجات من استثماراتي بتجيلي مباشرة. في بقى واحد مثلا صاحب المطعم ده فعمل لنفسه صندوق خاص، ركز معايا، يروح مطلع منه نسبة مثلا 10% من الإيراد العام في الصيدلية في المطعم ده مثلا وحطه في الصندوق، ويجي لي يقول لي أنا بقى كمدير مالي للمجموعة والله السنة دي هنعمل أرباح في حدود كذا، أنا بقبل. هو أنا عارف حاجة؟ أنا مش عارف حاجة. في صناديق خاصة في الجامعات تلاقي حتى الطالب وهو بيقدم بيروح خصمين جزء للصندوق الخاص، يوزعوها مكافآت، يوزعوها أي حاجة، بص ولا تعرف أي حاجة. طيب لما جه الرئيس السيسي طلب إن الصناديق الخاصة دي بس هو عايز يكشفها، بمعنى إيه؟ أول ما يقول حطوا لي 25% من فلوسكم هتضرب في 4 تعرف الصناديق الخاصة فيها إيه؟ وهم أذكياء، كمية بقى الاستفادة والنهب في الصناديق الخاصة بأرقام مرعبة بقولها لك على هوا. في صناديق خاصة تعليمية مهمة في الجامعة، بس أنا عايز أقول حاجة، مش إحنا عندنا وزارة مالية بيت مال المصريين مفروض كل الفلوس تروح ليها، مفروض كل إيرادات الدولة المصرية تذهب لوزارة المالية، وأي هيئة أو مؤسسة عايزة فلوس من وزارة المالية تبعت لوزارة المالية. طب أنا هقول لك حاجة، إحنا عندنا حاجة اسمها هيئات اقتصادية، يعني مثلا عندك اتحاد الإذاعة والتلفزيون هيئة اقتصادية مستقلة، البنوك الحكومية، شركة مصر للتأمين، شركة قناة السويس، كل دي شركات مستقلة، والبنوك والكلام ده. هل انت تفكر لما يطلع بنك يقول لك انا كسبت 10 مليار جنيه هل ال 10 مليار جنيه بيروحوا للخزانه العامه للدوله؟ لا، هم بيدفعوا ضرائب بس يقول لك ما انا كبنك الحكومه تمتلكه اصل، يعني ما انا بكبره لك، قناه السويس كذا. طيب ايه اللي بيحصل؟ كل الهيئات الاقتصاديه دي بتقول لوزير الماليه يقعدوا معاه يقول له احنا هندي لك في موازنة السنة الجديدة مبلغ كذا، يعني السيد وزير المالية ايا كان اسمه بقى في ساعتها يقعد مع رئيس هيئة قناة السويس. افتكروا رئيس هيئة قناة السويس قال ايه؟ احنا ضخينا 65 مليار جنيه السنة اللي فاتت، السنة دي هنضخ 85 مليار جنيه، انا فوجئت ان الرقم بالجنيه، ليه ما يبقاش بالدولار؟ يعني لان عائدات القناة بالدولار. لا، لو انت بتسألني هو الاصل انه كل الفلوس تدخل في الموازنة العامة للدولة، ده اسمه وحدة شمول الموازنة. كان في هدف عند الرئيس السيسي بقول لك أول ما مسك يضم الصناديق دي، لكن الرغبة لم تتحقق. هنا بقى عايزين يعملوا صندوق خاص لهيئة قناة السويس، هذا الصندوق الإيربس وقع يا شباب، هذا الصندوق الخاص عايزين ياخدوا فيه فلوس من ايرادات الهيئه ويستثمروها، كده يبقى انت قللت الايرادات اللي هتروح للموازنه العامه للدوله.
هتيجي تقول لي ده تحت إشراف الجهاز المركزي المحاسبات، طب ما نشتغل الشغل الصح. هذا ما نعرفه، خاصة إن في تصريح النهاردة للأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين رئيس لجنة الحوار الوطني، بيقول لك نحن نبحث ملف توحيد الصناديق. يعني في رغبة في الحوار الوطني وهم بيبحثوا ملف اقتصادي يتكلموا على توحيد الصناديق. نتيجة بقى اللغط الكتير اللي أثير حول الصناديق وصندوق هيئة قناة السويس، كان هذا المؤتمر الصحفي اللي عقد صباح اليوم في الهيئة، نشوف الجزء الأول منه. وقت اللي تولى فيه سيادة الرئيس، طب احنا قناة السويس وصلنا فيها لإيه دلوقتي؟ ايه الارقام اللي احنا حققناها بعد كل المجهود اللي اتعمل دوت، وبعد اجدادنا ما حفروها في 10 سنوات واستشهد منهم 120 الف واحد؟ نشوف كده مع بعض الاحصائيات اللي موجوده في العام الميلادي. احنا بنتكلم عام ميلادي اللي احنا بصدد انتهائه خلال اسبوع من يناير 22 لديسمبر 22 مقارنه بالسنه اللي فاتت في نفس التوقيت. احنا عدد السفن السنه دي الحمد لله 23800 سفينه، السنة اللي فاتت كان 20600 سفينة، بزيادة حوالي 15.3%. ده اللي بنصبه ليه دايما، ان يبقى في زيادات في قناة السويس وزيادات في عائد قناة السويس وزيادات في الدخل، ونبقى احنا دايما محط انظار العالم كله ان مفيش بديل لقناة السويس. الحمولات الصافية حققنا الحمد لله السنة دي 1.410 مليار طن، والسنة اللي فاتت كان 1.270 مليار طن، بزيادة 10.5%. العائد بالدولار كان حققنا الحمد لله 7.923 مليار، يعني 8 مليار، والسنة السابقة كان 6.300 مليار، بزيادة 25%. ده كل ده يدل على ان مجهود الناس اللي في قناة السويس واهتمامهم واصرارهم على نجاح هذا المشروع، وان احنا نستمر دايما متقدم، وان احنا دايما نحقق نجاح احد بقناة السويس اللي احنا لينا السيادة عليها وللمصريين السيادة عليها بحق الدستور. خلينا نستعرض كده نص الدستور، مادة 43 بتقول ايه في الدستور: تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، مملوكا لمصر، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميز او مميز. انا بقول الكلام ده ليه، لان احنا بنقول الكلام ده احنا مش ممكن بعد كل اللي بيتعمل دون ان احنا ممكن كمصريين، انا بتكلم انا كمصري وكراجل وطني خريج المدرسه العسكريه، ان احنا نفرط في سياده قناه السويس او نفرط في اصل من اصول قناه السويس او نتعامل مع قناه السويس بشكل شخصي، وهو الدستور هو اللي بيحميها والشعب اللي بيحميها. البنك الاهلي طلع. طيب تعالوا نرجع للجزء اللي قاله الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس. هو بيذكر هنا جزء عظيم يتعلق بقناة السويس وإنجازاتها وإيراداتها، ما فيش حد شكك في ده. سيادة الفريق، يعني هي الناس بتتكلم في لقطتين، لقطة المواطن تصور إن قناة السويس وهيجي مستثمرين أجانب وهيدخلوا يستثمروا فيها وإنها تبقى شركة وتطرح أسهم. ما ماشي، انت حضرتك بتشرع بتقول ان ده لن يحدث اساسا، يعني وعايز اقول لا الشعب ولا الجيش المصري هيقبل ده، بس يعني لكن احنا بنتكلم في الصندوق. لماذا صندوق جديد لقناة السويس؟ تعالوا نشوف ماذا قال الفريق اسامه ربيع عن هذا الصندوق. عايز اقول برضو نقطه ان الصندوق مراقب من الجهاز المركزي. الصندوق حبالي مجلس اداره وليه خبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من خارج الهيئة من ذوي الخبرة، وهيبقى مراقب من الجهاز المركزي، يعني هيبقى كل سنة ليه مراجعة الحسابات بتاعته عندنا، وبعدين في المالية، وبعدين الجهاز المركزي، وبعد كده هتخش مع الموازنة بتاعة الهيئة قناة السويس في مجلس النواب بتتراجع تاني وتصدى عليه. في ختام حديثي بقول وأكد أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس مرة تانية أو ميزانياتها أو مشروعاتها، وده كيان مستقل. يعني نفصل ما بين صندوق قناة السويس والمرفق أو هيئة قناة السويس، مفيش اتصال بينهم، ومش هيعوم على بعض وناخد من هنا نحط هنا، مفيش كلام من ده. كل حاجة ليها ميزانيتها محسوبة وبتتراجع وبتراقب من أكتر من جهة.
الحاجة التانية المهمة ان احنا مش هنقتطع من الموازنة بتاعة الدولة عشان نحط في الصندوق. هذه برضو نقطة مهمة. احنا الموازنة بتاعة الدولة بتتخصص وبتتراجع برضو الاول في الهيئة هنا بتتعمل، وبعدين بتراجع في المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في لجنة الموازنة في مجلس النواب، ثم يتصدى عليها. بيتحدد فيها الجزء الاكبر للدولة اللي هو عبارة عن الفائض والضرائب والإتاوات، ده للدولة. ويتحدد فيها جزء آخر محسوب ومكتوب ومعروف رقم للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود والحاجات الأخرى اللي هي بتستخدمها الهيئة بأرقام محددة. أنا ما بتحركش غير من خلال ميزانية بتراجع وبتصدى عليها من مجلس النواب. فبالتالي أنا ما أقدرش أقرب للجزء اللي هو الفائض والإتاوات والضرائب المحددة للدولة، يمكن ناخد منها حاجه، لكن ايه، طب ايه الفلوس هتيجي منين؟ الجزء اللي مخصص للهيئه سواء كان في المشروعات الاستثماريه، ودي برضه احنا ما بنقربش منها، لكن مشروعات التشغيل والوقود بيتفضل جزء بيتجمع اخر السنه وبنتحاسب عليه تاني برضه، وممكن يترد تاني للدوله، لكن غير الميزانيه اللي هي متحدده عليا. هو ده الجزء اللي احنا اللي سياده الرئيس قال ان احنا يتشال على جنب عشان الظروف الطوارئ او الاستثمار، ويتعمل بيه صندوق بعد ما يبقى جاهز ان هو يبقى فيه صندوق ممكن يتعمل فيه مشاريع عملاقه. احنا بنتكلم برضو على المشاريع، اولا المشاريع مش تبقى مشاريع بسيطه او ليه، لا دي مشاريع عملاقه زي بناء السفن الكبرى والكبيره، احواض، ترسانات، وكل دي هتبقى فيه بيوت خبره لدراسات الجدوى ومتراجعه وجاهزه للمشروعات التنفيذ ذات دراسات الجدوى الناجحه، فقط هي اللي هتنفذ. في مراقبين معانا ماليين، وفي مراقبين وفي مستشارين ومتخصصين قانونيين ومستثمرين من خارج هيئه قناه السويس. هنا الفريق اسامه ربيع بيشرح لماذا هذا الصندوق، وانه هو القناة ملتزمة بتوريد مبلغ مالي مش ثابت، لأنه طبعا بيتغير مع تغير سعر صرف الدولار. خلي بالك القناة بتورد بالجنيه المصري، يعني بتحط الفلوس في البنك المركزي يتحولها للجنيه، بتروح للموازنة العامة للدولة، لأن الموازنة العامة للدولة بالجنيه المصري. وهم الهدف عايزين يعملوا من خلال هذا الصندوق مشروعات لاستثمارية تتعلق بقناة السويس. هنا هيبقى في أسئلة مشروعة، طب وليه صندوق وليه مشروعات؟ اقتطع جزء زي ما أنت بتقتطع لتطوير القناة واعمل ده يعني. ثم والأهم، ليه المبلغ كله ما بيدخلش الخزانة العامة للدولة؟ ما هو ده برضو جزء مهم، أو يطرح تساؤلات يعني. لما كل قطاع في الدولة يفتت ويعمل لنفسه ميزانية، طب ما كده الميزانية الكلية هيبقى فيها عجز جديد. هذه أسئلة تحتاج إيضاحات، لكن بشكر طبعا الفريق أسامة ربيع أنه طلع على الرأي العام وشرح. لو بتسألني سياسة، المؤتمر ده كان يبقى قبل مشروع القانون ما يروح للبرلمان، لو بتسألني على المستوى السياسي. خلونا نطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل نكمل مع حضرتكم. خطة الدولة ضبط عملية الأسعار في الأسواق، السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماعات وطلب من الأجهزة المعنية في الوزارة أو أجهزة رقابية إنها تعدي على التجار وتبلغهم إن أي تاجر بيبيع سلعة لها سعر لازم يكتب السعر عليها، وإن الحكومة هتدي مهلة أسبوعين لكل تاجر. ده كلام عظيم بالمناسبة ومحترم، ولازم نساعد الحكومة عليه. طيب الحكومة هتعمل سعر استرشادي، عشان أحكي لك القصة كده بالتفصيل. الحكومة ما قالتش أنا هحدد سعر نهائي، لا،
سعر استرشادي يومي أو أسبوعي حسب كل سلعة. طيب هل الحكومة هي اللي هتقعد مع نفسها وهتحدد هذا السعر؟ الإجابة لا. ده الحكومة قالت إيه؟ أنا هجيب لجنة مكونة من ممثلين من اتحاد الصناعات، الناس بقى اللي بيصنعوا، ده انتوا اللي هتيجوا بنفسكم وتحددوا. واللجنة دي هيبقى فيها اتحاد غرف تجارية، الغرفة التجارية الخاصة بالخضار بالفاكهة بجهاز كهربائي، كله قاعدين اهو، اتحاد صناعات وغرف تجارية. وكمان هجيب جهاز حماية المستهلك اللي هو بيمثل المواطن، والجهاز ده بيتلقى الشكاوى يوميا. للأمانة الحكومة هنا عدها العيب. يبقى الحكومة رقم واحد قالت أنا عايز أحمي المواطن من جشع التاجر، وإن لازم يبقى فيه سعر استرشادي لكل سلعة. أنا هنا كمواطن قبل ما أكون إعلامي لازم أساند الحكومة في هذا القرار. الحاجة التانية، الحكومة كانت موضوعية وقالت مش أنا اللي أحدد، يعني ما فيش وزير تموين قاعد كده أو وزير صناعة هي بكذا، لا، ده مشكلين لجنة مكونة تاني من أعضاء من اتحاد الصناعات ومن اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك. الكلام ده حلو، الكلام ده حلو. طيب هل قالوا للتاجر من بكرة اعمل كذا؟ لا، ده ادوا له مهلة أسبوعين. واللجنة دي هي اللي هتحدد، يعني اللجنة دي منهم فيهم عشان يقعدوا على ترابيزة. تعال بقى شوف آراء التجار والمصنعين. طلع لك رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس قال لك الكلام ده سيؤدي إلى اختفاء السلع. طب السلع هتختفي ليه؟ هو ده تسعير جبري؟ ده مش تسعير جبري، ده سعر استرشادي التاجر نفسه هو اللي حطه. أنا عضو في غرفة تجارية مثلا بتاعت شعبة بقالة تموين، محاصيل زراعية غذائية، بطاطس فاكهة طماطم، رئيس الغرفة قاعد معانا حددنا سعر، هو اللي بيقوله في الاجتماع. يبقى ايه هنا مهندس نجيب اللي هيخلي السلعة تختفي؟ لا، السلعة مش هتختفي. طلع الأستاذ أحمد الوكيل شابندر تجار كبير في اسكندرية وقال لا بصراحة شديدة، يعني زيادة المعروض في الأسواق هو الحل. يا أستاذ أحمد، المعروض زيادة ومرطرط، بس في تجار بشعين، ربع كيلو شاي العروسة بقى موجود بسعر في حتة وفي حتة تاني، قرص الطعمية بقى في حتة باتنين جنيه وفي حتة باربعة جنيه. يعني ما هو كيلو الفول معروف بكام؟ ايه اللي خلاه ينطر النطرات دي؟ الجهاز الكهربائي، التلاجة طلع من الشركة اكس خلاص هي جهزت مكوناتها وحددت سعرها، ليه بقى يتغير؟ لما تجيب خامات جديدة وتصنع حاجة جديدة بقى زود. أنا مش عايز الفزاعة اللي بيعملها كبار التجار وكبار رجال الأعمال، بالعكس أنا شايف إحنا في موقف شديد الصعوبة يتحمل فيه المواطن فوق طاقته، وما ينفعش هنا أدلع التاجر بصراحة وأقعد أطبطب وأحسس عليه. والحكومة هتعمل إيه هنا أكتر من كده؟ ده اللجنة اللي عاملاها من التجار، يعني اقعدوا انتوا يا عم التجار اهو، ما هو الغرف التجارية دي ايه؟ ما التجار والمصنعين ايه؟ اتحاد الصناعات، وقعدوا مع جهاز حماية المستهلك، ده ما فيهاش وزراء يا راجل. طلعوا لنا سعر استرشادي، يعني قول المج ده من 9 إلى 10 جنيه استرشادي، بعته بتسعة وربع ماشي، بعته بعشرة جنيه ماشي، 9.5 وهكذا. لكن سداح مداح كده نسيب المواطن؟ لا طبعا، لا طبعا، ما ينفعش. ومع كامل احترامي لأي رأي سواء من الأستاذ أحمد الوكيل أو مهندس نجيب ساويرس، وهم بيسافروا برا عارفين إن دولة كبرى زي فرنسا مش محددة أسعار، ده محددة سقف للربح يا راجل، احنا ما عندناش سقف للربح، ما عندناش سقف للربح، أي حد عايز يلطع أي سعر ماشي. يعني أنت لو أنت رحت امبارح اشتريت الشقة الفلانية المتر ب 10,000، ممكن تاني يوم يجي يقول لك ب 20،
واحد صاحبك عد. طب ليه ما احسب لي يقول لك الحديد زاد؟ الحديد زاد. طب الحديد بيمثل نسبه قد ايه كمكون في السعر المتر؟ اهو ما تنفعش الدنيا كده بقى، كل واحد قاعد هو ومزاجه، يعني اللي هو يلا نلم 100 باكو النهارده من جيوب الناس. وأيد الحكومه تأييد كامل ومطلق في قرارها بوضع تسعيره استرشاديه لكافه السلع والمنتجات، خاصة أن الحكومة لن تتدخل بل مشكلة لجنة من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ممثل المصنعين ومن جهاز حماية المستهلك كممثل للمواطن الذي يجأر بالشكوى على مدار الساعة. لكن أنتوا كتجار عايزين الحكومة تسيب المواطن يعني تشقطوا لبعض؟ ما ينفعش ده، ما يرضيش ربنا. بالمناسبة التاجر عارف سعره وهامش ربحه، لو محدده ب 30% هو ثابت، باع البضاعة ب 10 جنيه ب 500 جنيه هو 30%. لكن أنا كمواطن أنا اللي بدبح، يبقى أنا هنا بنتصر للحكومة وبشد على أيدي الحكومة وبؤيد قرار الحكومة بوضع أسعار استرشادية للسلع، وإن المهلة كافية خلال أسبوعين، واللي بيحدد الأسعار اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك. اللي هو بقى اللي عايز يغضب يغضب واللي عايز يزعل يزعل. ما هو الدنيا مش هتتساب كده بصراحة، مش هتتساب كده، والمواطن من حقه لو الحكومة ما عملتش كده لا يطالب بإقالتها فورا. ما أنا بتكلم جد بقى. فالحكومة لما تعمل تنظيم للسوق لا لازم نأيده. شوف الحكومة بننتقدها هنا مئات المرات، وفي برنامج المصري أفندي انتقدنا الحكومة مئات المرات، لكن مش بننتقدها عشان احنا غاويين النقد، لا، لكن لما تعمل حاجة تصب في مصلحة المواطن مباشرة أنا أؤيدها. يا أيها السادة المواطنين اللي قاعدين بتتفرجوا علينا، الحكومة بتعمل لجنة من التجار والمصنعين وجهاز حماية المستهلك عشان يحطوا سعر استرشادي للتجار يحطوه على السلع، وادك مهلة اسبوعين، في بقى شوية فرقعات عمالة تطلع علشان ايه؟ تخوف الحكومة. ما انت هتخوف جهاز كبير اسمه الحكومة، الحق انت لو عملت ده السلع هتختفي. لا يا اخويا السلع مش هتختفي، هتبوظوها يعني، هتخسروا. ده سوق زي الفل، بغاش في 100 مليون بياكلوا ويشربوا ويلبسوا. لا، واللي يخفي السلعه يخفي، هاتوا عكوشه من قفاه. واتمنى تطبيق التحذير والقانون اللي قرره رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، هيتم مصادره السلعه وهيتم بيعها لصالح المواطن يا اخوانا. هو ده اللي لازم يحصل في السوق، بالعكس بقى ده كان لازم يحصل من زمان. السوق ده هرد بيزة، اللي عايز يعمل أي حاجة يعملها، وتنزل تلاقي الحاجة في أي حتة في أي مكان بكم سعر. ليه؟ وهي الحاجة في ظرف ساعات الصبح تبقى بسعر وبالليل بسعر، إيه اللي حصل؟ بتكلم جد والله. ما هو برضو في منطق، في عقل، دايما بنقول كلنا في مركب واحدة كبيرة، ما ينفعش واحد يغرف من الطبق قد كده والتانيين مش هيلاقوا ياكلوا. يبقى لازم أدعم الحكومة وهي بتحاول وسط غلاء الأسعار الفظيع ده إنها تدبر دنيتها. طب أنا بقول، أنا بادئ الحالة بقول قلبي مع الحكومة، عارف ليه؟ 3% اللي زودها البنك المركزي ده هيكلف الحكومة مبلغ كبير الفايدة، لأن الحكومة أكبر مقترض، هتدفع لها 3% زيادة فوائد عن الفوائد اللي فاتت. هي مديونة بستة تريليون ولا سبعة تريليون، دول فيهم 180 مليار جنيه زيادة عشان قرار المركز النهاردة. أجيبهم منين؟ يعني 15 مليار جنيه في الشهر، وإحنا هنطلب الحكومة دعم الفئات محدودة الدخل. النهاردة الحكومة بتعلن الموازنة الجديدة، الجزء الخاص بالحماية الاجتماعية 302 مليار جنيه. يعني هنقعد نقول لها ده قليل؟ طب ادي الله وده حكمته. انا هنا لازم الواحد يتسم بالموضوعيه، زي ما بننتقد زي ينبغي ايضا ان نشيد. فانا اؤيد الحكومه وبقول لها ما تتهزيش،
انت دوله حكومه في دوله قويه، واللي يخبي سلعه اطلع يا رئيس الوزراء وطلع عينك الحمراء، ورينا بقى اللي يخبي سلعه في 100 مليون ده احنا نجرسه. لكن كل شويه هخوف الحكومه واخوف البلد، اصل تحديد الاسعار هيؤدي الى اختفاء السلع. طب هتخفيها فين يعني؟ مش على ارض مصر؟ هتتعكش. ورئيس الوزراء كان حدا يعني قال لن نتهاون في ده. فانا اؤيد تشكيل لجنه بتقدم سعر استرشادي، ولازم ننتصر مع ده للحكومه، زي ما خدت قرار وهي بتجتمع علشان لجنة الحج استعدادا لموسم الحج القادم، فالحكومة بتقرر إلغاء الحج على نفقة الدولة هذا العام. وأنا بصراحة يعني فوجئت إن الحج هيتلغى على نفقة الدولة هذا العام بس، لا الحج يتلغى على نفقة الدولة كل الأعوام. أنت دولة فقيرة يعني ولا حج يعني ما يصلح. هل ينفع أنا أكون شخص مديون واخد قروض من البنوك أطلع حجاج على نفقتي؟ ده أنت لو رحت حتى دار الإفتاء يقول لك ما ينفعش. في حالات استثنائية بقى، يعني مثلا وزارة ما مثلا التضامن بتكرم أم مثالية فاختارت ثلاث أمهات تحججهم على نفقة الدولة، يعني عارف في حاجات كده. أبناء شهيد، أربلة شهيد، دي حاجات حتى إحنا بنتقبلها وبندعو الدولة إليها. انما الهردبيسه اللي بتحصل دي وحط جوز بنت خالد فلان، انتوا لو فتحتوا ملف الحج على نفقه الدوله اخر 50 سنه يعني هيبان كل يوم القيامه بقى، يشوف مين اللي حج على نفقه مين وربنا تقبل ولا لا. لكن تعالوا نروح للضرائب اللي حددت 31 ديسمبر يعني كمان اسبوع اخر موعد لتقديم طلبات انهاء المنازعات الضريبيه. 31 ديسمبر آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية. لو أنت عندك أي منازعة مع الضرائب، تقدير جزافي مش تقدير جزافي، ورايحين للجنة فض منازعات، فالضرائب بتقول لك بقول لك إيه، أنا هدي لك مهلة لحد 31 ديسمبر بحيث تيجي تقدم طلب إنهاء المنازعة الضريبية، تقدمه للمأمورية أو المركز الضريبي المختص. يعني المصلحة كمان طلبت الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم سرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات في موعد أقصى 31 ديسمبر. يعني ده معانا بقى مداخلة تليفونية على الهاتف نشرح هذا الموضوع بالتفصيل، الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات. مساء الخير دكتور هشام. ألو؟ ايوه انا مع سعادتك. ايوه يا فندم. مع حضرتك. اولا يعني بعد مساء الخير وكل سنه وانتم طيب، وانتم بادئين صفحه حلوه اهي مع الممولين وبتقول لهم اللي ليه منازعات معاكم مهله ال 31 ديسمبر، يا ريت تلقي مزيد من الضوء حول هذا الموضوع. يعني سعادتك الصفحه الحلوه دي باديه من زمان خالص، دي بدات من معلش ندلع الممول برضو يعني. لا ده احنا بدينا من زمان من سنه 16 من سنه القانون 79 لسنه 16 انشات وزاره الماليه لجان مهمتها الاساسيه انهاء المنازعات الضريبيه بين الممولين وبين الاداره الضريبيه، سواء إذا كانت هذه المنازعات أمام المحاكم أو أمام لجان الطعن. والحقيقة إحنا كنا أنجزنا ما يعادل 60,000 طعن في الفترة حتى 30/6 اللي فات اللي هو 30/6/22. نعم. وكانت يعني تجربة ناجحة جدا، ارتأت الحكومة إنها تعيد تاني هذه التجربة، وفتحنا الباب بالقانون 153 لسنة 2022 بتقديم طلبات إنهاء نزاع لمرحلة أخرى حتى وبالنسبة لضرائب الدخل والقيمة المضافة والعقارية كمان. يعني إحنا مش بس بنتكلم عن إنهاء منازعات ضريبية خاصة بضرائب الدخل، لا دخل وقيمة مضافة والعقارية. وفتحنا مرحلة جديدة تنتهي في 31/12 سنة 22.
طبعا اللجان دي لجان محايده تابعه للوزير لوزاره الماليه وليست تابعه لمصلحه الضرائب، والحقيقه بيبقى فيها عضو قانوني. العضو القانوني ده عشان يديها الحياديه والقوه القانونيه بتاعتها، وعضو فني من الناس الخبراء في المجال الضريبي من ليسوا من العاملين بالمصلحه، وفي عضو بقى فني من المصلحه عشان يدينا وجهه نظر المصلحه. الحقيقه اللجنه بهذا التشكيل بتدي توازن وبتدي حياديه، وتستطيع انها تنهي كثير من المشكلات والمنازعات اللي بين الممولين وبين الاداره الضريبيه. طيب وانا بختم مع حضرتك، عايز اسالك سؤال دكتور هشام، هل في حاجه تتعلق بالنسب على الضرائب على الارباح او الدخل او كده؟ يعني نسب تقديريه تقصد سعادتك يعني؟ لا يعني متداول رفع نسبة الضرائب على الأرباح. لا ليس منظور حاليا في الحكومة، لا ما عنديش قانون أو ما عنديش مقترح لزيادة نسبة ضرائب على أرباح معينة. إحنا المنظومة الضريبية معدلات الضريبة فيها ثابتة بقالها مدة طويلة جدا، يعني ما عندناش إحنا اتجاه. لكن بالنسبة لعملنا في لجان إنهاء المنازعات، احنا بنحاول ان احنا نوفق ما بين وجهة نظر الممول والإدارة الضريبية ونحافظ على حقوق الخزانة العامة، وبنبقى في إطار القانون، يعني ما نخرجش عن إطار القانون الضريبي اللي بيحكمنا وبيحكم عملنا. ودي طبعا الحقيقة انا اقدر اقول لسعادتك هذه اللجان تقريبا انهت منازعات بنسبة، يعني لو قلنا الضرائب المتنازع عنها اللي قدمت لهذه اللجان مثلا رقم نقول 100%، احنا انجزنا منه كام او خلصنا منه كام؟ حوالي الضريبة المتنازع عليها كانت بتصل الى حوالي 30% من التقدير اللي كانت عملته له مصلحة الضرائب. يعني الإدارة الضريبية عملت له تقدير بضريبة مثلا 100,000، احنا خلصنا له النزاع باتفاق بتطبيق احكام قانون وليس خروج عن القانون بحوالي من 30% الى 40%، يعني من حوالي 30,000 الى 40,000. وده طبعا خلى نسبه جيده جدا يعني ناس كتير قوي سددت الضرايب اللي عليها، عملت لنا حصيله. واحنا النهارده ما بنتكلم بنقول ان حصيله الضرائب زادت، بنزود احنا حصيله الضرائب مش بفرض ضرائب جديده، ولكن بان احنا بننهي منازعات قائمه. يعني نسبه الضرائب ل 22.5% ثابته زي ما هي؟ 22.5% بتاع الشركات ثابته زي ما هي، لم تتغير ولم تتغير. والضرائب على الدخل الناس اللي مرتباتها اكبر من 800,000 في السنه تردد انها تبقى 27.5%. ده بالنسبه للاشخاص الطبيعيين، يعني احنا ده مشروع قانون اتقدم ولا مشروع قانون وليس للشركات؟ الشركات لا، ما انا عارف ده للافراد بس للأفراد. اتحسم لا لسه ده مشروع لسه تقدم، الحكومه مقدماه لسه، لم حتى ينظر امام المجلس النواب ولم ينظر امام السلطه التشريعيه. دعني اشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام الحموي مستشار وزير الماليه للجان انهاء المنازعات. متداول عارف على مواقع التواصل الاجتماعي وزاره الماليه هتزود الضريبه ل 27.5% على الافراد اللي دخولهم يتجاوزوا 800,000. جميل رائع. هل في بيان طلع من وزاره الماليه؟ لا، بسال مسؤول اهو قال لك ده لسه مشروع قانون الحكومه هتقدمه لمجلس النواب ولم يتم مناقشته. هنا انا بحب الحكومه اول باول تعرف ان في حجم شائعات، احنا لا ضد ولا مع، بس الخبر لما يطلع رسمي بيحسم امور كتيره. عايز اختم بخبر من كليه اعلام جامعه القاهره اللي نظمت احتفاليه كبيره لتخريج دفعه من كليه اعلام جامعه القاهره في دار الاوبرا المصريه، وسمت دفعه هذا العام دفعه استاذنا الدكتور محمود عالم الدين عليه رحمه الله اللي ودع عالمنا هذا العام واللي شرفت بان انا تتلمذت على يديه. ايضا تم تكريم عدد كبير من خريجي الكليه كليه الاعلام الكليه الاشهر، تم تكريم اسم الراحلين أساتذتنا لبيب السباعي وابن دفعتي الكاتب الصحفي الراحل الكبير الأستاذ ياسر رزق، وتم تكريم عدد من الحضور. أطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل بقية موضوعات اليوم.
شائع بيننا ان اي حد تساله اخبارك يقول لك يا اخي القولون وجعني، القولون تعبني، القولون شدد عليا. القولون ده بقت كلمه على لسان تقريبا غالبيه المصريين. طب ما تيجي ناخد النصيحه المثلى من اهل العلم بقى والطب، يقولوا لنا ازاي نتعامل الناس السليمه مع القولون حتى يحتفظوا بقولون سليم طول العمر. وايضا الناس اللي قولونها تعبان، مين اللي يحسم؟ يعني هل كده اروح لاي حد واي معمل وخلاص؟ وايه نوع الادويه؟ طبعا ما بنقولش ادويه على الهوا يعني، بس على نروح لاستاذنا الدكتور حسام موافي، استاذ البطنه وطب الحالات الحرجه بطب قصر العيني. مساء الفل يا دكتور حسام. اهلا محمد باشا، جاري وحشنا وحشنا حبيبي، عامل ايه؟ اللي ما بشوفوش. لا نتقابل. شوف انت بتصلي الجمعه في اني جامعه تلاقيني عندك. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. عايز حضرتك تكلمنا كده في محاضره علميه من دكتور حسام موافي عن القولون. اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، مقدمه يعني. اتفضل. ده القولون في مصر كارثه. كارثه. لان من كتر ما الناس اتعودت والدكاتره اتعودت، خلي بالك من الكلمه. نعم. الدكاتره اتعودت على كلمه قولون عصبي، يروح في الرجلين ناس كتير قوي. يا الله. طبعا كلمه قولون عصبي تشخيص ما بعد الاستبعاد. بعد ما استبعد قولون تقرحي، وبعد ما استبعد اورام، وبعد ما استبعد جيوب، اما استبعد كل حاجه اقول له ده قولون عصبي. يعني ايه قولون عصبي؟ نعم. حضرتك عندك عربيه اخر موديل 2023. دي بكام النهارده دي؟ هو ده اللي بيجيب القولون العصبي. ده اللي يجيب القولون لما تقول سعرها. فعربية آخر موديل، ومش هقول طبعا ماركات عشان ما يطحش، إنما حاجة بقى فاخرة. لقيتها متدغدغة. العيب في المصنع ولا في السواق؟ السواق. برافو عليك، برافو عليك. السواق. مش عايز أبقى على الهوا أغلط وأشتم. صحيح. مش عايز أغلط، بس سواق كذا. اللي دغدغ عربية زي دي. طب نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، مين اللي سايق الجهاز الهضمي؟ المخ. المخ. المخ باعت أعصاب، العصب العاشر والعصب اللي غيره واللي غيره، عشان ينظم حركة الأمعاء. نعم. طب لما السواق يبقى أي كلام، يبقى أنت ظلمت الجهاز الهضمي. هو متساق غلط. هو متساق غلط. متساق يعني. غلط. ولذلك أي واحد يتوتر يقول لك أنا عندي انتفاخ، تسأله أسئلة بسيطة جدا له علاقة بالأكل. لا. طب انا كنت اصرف الشغل واتخانقت مع زميلي ومش عارف ايه، وبعديها اتنفخت. دي هذا هو القولون العصبي. القولون العصبي رابطه قويه جدا بين الجهاز الهضمي وبين وظائف المخ. المخ هو اللي بيحرك الجهاز الهضمي. لما المخ يبقى متوتر هيحركه غلط، زي سواق راكب عربيه مش عارف يسوق. انما ممنوع تشخيص قولون عصبي الا بعد الاستبعاد. عندنا تحاليل تقول لي ده في مرض ولا لا، وعندنا المنظار. المنظار سهل جدا جدا جدا، هنخش نبص القولون من اوله لاخره. بس انا بحذر من هذه الكلمه اللي بقت في يعني حركة اللي هي ايه يا دكتور حسام؟ قولون عصبي. تلاقي واحد لا يقرا ولا يكتب وشخص نفسه. اصلا عندي قولون عصبي. نمرة اثنين اللي عايز انبه عليها يا استاذ محمد، وانت تقف معايا كويس قوي فيها، ويا ريت الاعلام كله ساعدنا. فضل. ممنوع الاكل بره البيت. ممنوع الاكل بره البيت. الاكل الفاست فود ده اولا افسد اجيال بالسمنه. صحيح. افسدها. صحيح. نمرة اثنين مش نظيف. انا مش عرفني ده مين اللي عامله، ايه غسل ايده وهو طالع من التواليت ولا ما غسلهاش؟ ده يتعلق بمصر ولا بكل دول العالم؟ لا مصر بس. طب انت كده لغيت 14% قيمه مضافه دكتور معيد بياخدها على كل وجبه، انت كده هتخسر الحكومه. معلش خلينا ننصحهم احنا بس، اولادنا يبقوا كويسين. صحيح صحيح. فعندنا طبعا ممكن جدا طريقه اكلنا تخليك مش قادر تهضم كويس. اولا كلمة مهمة جدا جدا لكل بني آدم. نعم. الهضم يبدأ في الفم. الهضم يبدأ في الفم.
فلازم الاكل يغيب في بقك شويه. الناس يا استاذ محمد كتير جدا بيزلطوا بتزلط ومش عايز يجيله قولون عصبي. كل ده من الاسباب اللي تؤدي الى استثاره القولون. الى ايه؟ الى استثاره القولون، يعني يبقى قولونه تعبان، يعني اللي هو الاكل بسرعه. لا عندنا امراض كتيره جدا جدا، يعني عندك القولون التقرحي ده مرض مناعي يتعالج بالكورتيزون بالادويه المثبطه للمناعه. طيب تعال نروح لشخص سليم عايز يحافظ على القولون بتاعه، وقدامه دكتور حسام موافي استاذنا عايز ياخد منك كم نصيحه. حضرتك قلت بلاش الاكل بره، ماشي؟ ايوه. يمضغ الاكل كويس جدا، يمضغ الاكل كويس، ماشي. انا بقول لواحد يمضغ الاكل قال لي هو مين اخترع الملوخيه على الرز للمصريين عشان تتزلط؟ تتزلط صح. يمضغ الاكل كويس جدا جدا جدا. حذاري من الشبع، حذاري من الشبع. ويا حبذا لو ناخد الفاكهة قبل الأكل مش بعد الأكل زي ما احنا متعودين. يعني نمشي زي ما القرآن قال يا محمد باشا، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ده الترتيبة كده، الفاكهة قبل فاكهة الأكل قبل الأكل. مش كل وحل يعني. لا حضرتك انت ممكن تحضر نفسك كويس جدا، نحنا بس نخلي بس من أكلين بس. انما حضرتك ماشي وشبعت وكلت اكل مش نظيف، ماذا تتوقع ان هيحصل يعني؟ متفق معك استاذ الدكتور حسام موافي، شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، واتمنى ناخد جزء من التعليمات اللي قالها لنا دكتور حسام موافي. لكن طالما جبنا سيره الطب عايز اروح لانجاز علمي طبي بكل المقاييس. لاول مره في مصر وافريقيا والشرق الاوسط، هي دي الحاجات اللي تفرح الواحد بقى. يعني زرعنا رئه، هتيجي تقول لي ما المملكه العربيه السعوديه بتزرع رئه؟ طبعا ونحييهم على ده، بس المملكه العربيه السعوديه بتزرع الرئه نقلا من متوفي، احنا هنا زرعنا الرئه نقلا من شخص حي. العملية تمت في جامعة عين شمس، مستشفى جامعة عين شمس. عايز بقى تفاصيل أكتر معايا أستاذ الدكتور أحمد مصطفى، مدير برنامج زراعة الرئة بجامعة عين شمس. مساء الخير دكتور أحمد. حضرتك عامل ايه؟ ميرسي للدخله الجميله دي. لا خلينا والله يعني نرسل لكم التحيه والاحترام والتبجيل والتقدير، دي حاجه علميه ممتازه بتحصل في بلادنا وترفع روحنا المعنويه، يعني ان احنا عندنا ناس اطباء اجلاء داخلين هذا المجال. بس في البدايه عايز اسال حضرتك اول حاجه، لماذا تاخرت زراعه الرئه في بلادنا يعني، واحنا عندنا نخب من العلماء المميزين؟ هقول لحضرتك يا فندم، هو كان في محاولات يمكن 10 15 سنة، بس للأسف يعني لم تكمل بالنجاح على الإطلاق. وهي كانت بدايات ما كانش فيها الاستعداد كويس ليها. نعم. طبعا الرئة من الأعضاء التي يستحسن لها تزرع من متوفى دماغيا او متوفى مريض متوفى بجذع المخ بموت الاسمنيسي. ولكن نتيجه لتعقيد عمليه زراعه الرئه وانها محتاجه دايما متبرع متوفى دماغيا، انطلقت يمكن في اليابان من اواخر التسعينات واوائل الالفينات الزراعة من متبرع حي. هم عندهم نفس المشاكل المجتمعية اللي عندنا، من يعني ان الموت مش يعني خلينا نقول مقدس شوية. الفكرة بدأت القصة دي يعني تنتشر في العالم، ولكن منشأها هو اليابان. وجاء علينا الدور، وخصوصا بعد الكورونا ما عندناش برنامج زراعه ل 110 مليون دلوقتي. ناس بتموت في بيوتها، اطفال محطوطه على اجهزه تنفس صناعي، مكثفات اكسجين. يعني كان لازم بقى نتدخل ونحضر لحاجه زي كده. بدانا في 2018، والحقيقه ربنا وفقنا ان شاء الله في القصه دي من متبرع حي. ودي كانت يعني طبعا
يعني عملية في منتهى الصعوبة. العملية استغرقت 15 ساعة، العملية الحديثة دي اللي حصلت الأسبوع اللي فات، يعني 15 ساعة متواصلة. نعم يا فندم، 14 ساعة بالضبط. ده كم طبيب بيبقى في غرفة العمليات هنا؟ هو بيبقى احنا فاتحين 3 أوض عمليات على التوازي بسبع أوضكم طبية مختلفة بالضبط، بكذا فرق جراحية وفرق تخدير وتمريض وعمال وإرواء قلبي ورئوي، يعني تشكيل معقد شوية. انما بيبقى المتلقي بينزل مع المتبرع الأول في الأول وما بينامش المتبرع. المتبرع لازم يبقى يكون إيه مثلا، قريب درجة أولى عشان الأنسجة أو كده، ولا مش شرط؟ هو إحنا ماشيين تبع القانون يا فندم، وفي هيئة للقيم هي اللي بتأشر لنا وبتوافق. لا أنا بتكلم طبيا بيبقى، لا 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 ممكن يبقى أخ أو أخت قريب أو حد غريب أو حد غريب أو صديق أو عادي. الرئة يعني لا يشترط فيها، لابد أن تنتفي المصلحة. طيب عايز اسال حضرتك تاني، قرات بان جامعه عين شمس انها بتستهدف اجراء 24 عمليه زراعه رئه سنويا، يعني عمليتين كل شهر. انا متوقف امام الرقم، طبعا انا مش طبيب ولا عالم في ده، والفضل لحضراتكم. يعني هل ده رقم كبدايه وبعد كده هتزيد هذه الاعداد؟ انا عندي تحفظ طبعا على الرقم ده في الاول خالص، هو هيبقى اقل من كده. اقل من كده؟ اقل من كده طبعا. طب السبب ايه يعني، ليه مش اكتر كمان من كده؟ طب هقول لحضرتك فندم، حضرتك يجب حضرتك يعني تكلفه العمليه دي هتعدي ب 2.5 3 مليون جنيه. ماشي. نمره واحد. نمره اثنين، صعوبه وجود المتبرعين المتوافقين. يعني احنا عمالين نشوف بقالنا اكتر من شهرين ناس كتير قوي عندها فشل تنفسي. المريض يجي ومعاه متبرع واحد، فين الثاني؟ مش لاقينه. لما يجي باثنين متبرعين ممكن واحد بينسحب في الاخر. يعني متوقفه على توافر الشخص اللي هناخد منه. باثنين متبرعين ده صعب جدا. صعب. انت عايز اثنين متبرعين؟ اثنين متبرعين. متبرع ليه مش واحد يكفي؟ كده يا فندم، احنا لما يحصل زراعه بنشيل الرئتين للمتلقي اللي هو المريض، وبنزرع له فص رئوي ايمن من متبرع وفص رئوي ايسر من متبرع اخر. فلازم اثنين متبرعين. طب الفص اللي انت خدته من المتبرع الاولاني ده بينمو زي الكبد ولا لا؟ لا ينمو، ولكن احنا بناخده بعد قياسات دقيقه جدا حجما ووظيفه، انه المتلقي يستطيع ان يعيش بيه طبيعي تماما، وان المتبرع ما يحصلوش اي مشاكل صحيه اطلاقا بعد العمليه. عاده اللي بيزرعوا الرئه دول مين الاشخاص دول؟ اللي عندهم مثلا سرطانات ولا المدخنين؟ لا لا لا. ممنوع في السرطانات، ممنوع، ولكن هم في اربعه او خمس انماط. يعني نمره واحد، الناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي اولي او ثانوي، اللي عندهم التهابات رئويه فرضيه على الناحيتين، اللي عندهم تليفات رئويه نتيجه يا اما كان التهابات رئويه قديمه، التهابات فيروسيه زي الكورونا، التهابات مهنيه او تعرض للسيليكوزس او تعرض للزجاج او النسيج او في امراض زي الميكوبيكيدوز، ما اعرفش اسمها بالعربي بس هي تبقى منتشره اكثر في الاطفال، يعني السد الرئويه عند المدخنين، الحاجات دي كلها هي دي اللي بتخلي المريض مش قادر يستطيع انه يكمل حياته بطريقه كويسه ويتجه الى الزراعه كحل اخير لانقاذ حياته. يعني أشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور أحمد مصطفى، مدير برنامج زراعة الرئة بجامعة عين شمس. حاجة كده تخليك تفتخر كده، بلدك دخلت في مجال زراعة الرئة، يعني مع كامل احترامي لمجالات أخرى في بلدنا زي الرياضة وزي الفن والكلام ده، لكن الواحد يحب الجانب العلمي يبقى مضيء في بلدي، ومثل هؤلاء يعني اتعمل للإعلام عشان يكرمه.
لكن خلينا بنختم الجزء ده من حلقة اليوم أو فقرة الإخبارية وإحنا بنتكلم على حدث مهم. مصر من خلال شركتي المقاولون العرب والسويدي نجحت في إنشاء خزان سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا. ده حدث حلو. مصر بوصلة لأفريقيا راح تعمل سدود في دول أفريقية علشان تعمل لها تنمية، لأن كان في فيضانات في تنزانيا، الفيضانات دي كانت بتودي بحياة الآلاف. فمين اللي عندها خبرة في إنشاء السدود في الدول الأفريقية؟ مصر. يعني عندنا أكتر من سد غير السد العالي. المهم السيد وزير الخارجية ووزير الإسكان شاركوا في احتفالية في تنزانيا ببدء الملء الأول لخزان سد نيريري بتنزانيا. مين اللي شارك في الاحتفالية؟ الكلام ده حصل النهاردة صباح اليوم الخميس والصور هتبقى معروضة أمام حضراتكم. ده حصل بتشريف رئيس الجمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن، وده احتفال رائع. ده معناه أن مصر أي بدأ يا عم توصل لأفريقيا، تحط رجليها لأفريقيا. ودايما يقال يعني أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. يعني أتمنى، وده حاجة طيبة جدا، مصدر من مصادر قوة مصر الناعمة راحت لأفريقيا. يعني أتمنى أن يحدث ما هو أكثر. خلونا أيضا نتحدث عن مستشفى 57-357 واللي تصدر هاشتاج كبير خد الترند والمركز الأول أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، أنقذوا مستشفى 57-357. وأنا عايز يا شباب تعرضوا على الشاشة الأماكن اللي ممكن يروحوا يتبرعوا فيها. مستشفى 57 بناها المصريون، يعني احنا كمتبرعين اجيالنا ابائنا اولادنا احنا اللي بنينا هذه المستشفى، هذا الصرح الكبير. كان في نيه لانشاء مستشفى اخر في طنطا لعلاج ايضا الاطفال المصابين بمرض السرطان، لكن للاسف هذا المستشفى في طنطا اغلق لان ما فيش فلوس. النهارده عندنا مشكله لان اغلب الادويه اللي بيتم علاج اطفالنا بيها في مستشفى 57 بتبقى ادويه مستورده، وانتم عارفين ازمه العمله الصعبه والكلام ده، فدي مشكله. حاجه تانية، مصاريف التشغيل زادت بشكل كبير. يكفي ان انا اقول لك ان فاتوره الكهرباء في مستشفى 57 متوسطها الشهري من 1.5 مليون ل2 مليون. هل يحق لنا النهاردة أن احنا نناشد السيد رئيس الوزراء أنه هو يخفض الكهرباء بنسبة النصف على جميع المستشفيات الخيرية في مصر؟ يعني ما دي مستشفيات لا تهدف إلى الربح يا دولة رئيس الوزراء. أتمنى أن يصدر قرار بتخفيض نسبي. يعني طبعا احنا عايزين نعمل حملة كبيرة لدعم مستشفى 57، بس وانا بعمل هذه الحملة لازم ايضا نذكر بقية المستشفيات الخيرية في بلادنا واللي ممكن تتأثر بسبب الظروف الاقتصادية وأزمة الدولار. عندنا معهد القومي للأورام عايزين ندعمه، عايزين ندعم كل مستشفى خيري في بلادنا. مستشفى 57 اعلنت رابطة تجار السيارات انهم جمعوا 2.5 مليون جنيه لصالح المستشفى. وترددت أنباء عن أن لاعبنا الكبير محمد صلاح تبرع ب3 مليون دولار للمستشفى، لكن المستشفى نفت هذا الخبر وقالت أن ده لم يحدث، يعني على الأقل حتى الآن. التبرع سهل جدا، لو أنت عايز تروح حساب 57-357 في جميع البنوك المصرية عندك تبرع عن طريق أورنج كاش وفودافون كاش البريد المصري تقدر تتبرع. تقدر تبعت رسالة فاضية على 57-357 ب5 جنيه، وتقدر تبعت رسالة ب10 جنيه رسالة فاضية على 9-57-357. وفي تطبيق 57-357 على الهواتف الذكية، يعني أنت تستطيع بكل صورة من الصور إذا يعني عقدت النية والعزم أن تتبرع.
أتمنى أن احنا يعني ننقذ أطفالنا المصابين بهذا المرض، وأتمنى بعدها نطلق حملة لاستكمال بناء مستشفى 57-357 في طنطا، حيث أنها تخدم المرضى من أطفالنا في منطقة وجه بحر. يا رب. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة حوارية مهمة مع مهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. هذا وقته التموين والأكل. بعد الفاصل هيشرفنا مهندس عبد المنعم خليل. كل بطولة تقام بوادي الفروسية يتأكد معها مدى ما يتمتع به الوادي من إمكانات كبيرة أضافته له عمليات التطوير التي قامت بها وزارة الداخلية ليصبح مؤهلا وفقا للمعايير الدولية لاستضافة كافة منافسات رياضة الفروسية محليا ودوليا، إضافة إلى موقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بمنطقة الفسطاط، والذي أضفى على الوادي سحرا خاصا أثناء المنافسات. استضاف الوادي بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجات الخامسة والسادسة والمبتدئين، وكذا بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجات الأولى بقسميها والثانية والثالثة والرابعة والمفتوحة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، واستمرت كل بطولة 4 أيام، حيث تبارى فيها أكثر من 570 فارسا وفارسة من مختلف الهيئات والأندية على ملاعب الوادي، وسط إشادة كبيرة منهم بدقة التنظيم وجودة الملاعب التي وفرت لهم أجواء تنافسية رائعة. مكان ممتاز، مكان هايل، مكان متكامل، الأراضي اللي فيه على أعلى مستوى، الأوتيل اللي موجود فيه، المطاعم اللي موجود فيه، كل الخدمات اللي موجودة هنا خدمات على أعلى مستوى وحاجات جاهزة، وما بتخليش الواحد يطلع من هنا لبرا عشان يحتاج أي حاجة، فكلها يعني كل حاجة متوفرة هنا، كل حاجة كويسة. المكان الوحيد تقريبا في مصر اللي فيه أرضين البطولة، وكل أرض البطولة لها أرضين تسخين. البوكسات الخيل الإيواء عددها كافي، مساحتها مظبوطة، كل حاجة معمولة واضح على أساس علمي. بحب أشكر وزارة الداخلية على النادي، التجهيزات كويسة وكل الأوبشنز فيه مساعدة البطولات، وأي هوب يعني إن معظم البطولات تبقى هنا. الملاعب القريبة من بعضها يسرت على الفرسان التحرك ما بين ملاعب الإحماء وتلك التي تشهد منافسات قفز الحواجز، مع وجود مبنى التحكيم على شكل بانورامي يستطيع الحكام من خلاله متابعة كافة الملاعب، إضافة إلى وجود الخيول داخل اسطبلات ذات تجهيزات تقنية ولوجستية كبيرة يرافقها الخدمات الطبية البيطرية. المكان تحفه، ويعني حلو قوي ان في حاجه باسم مصر معموله بالنظام الحلو ده. البطولات هنا بتبقى حلوه والارض مريحه وواسعه، والميزه كمان في المكان ان كل مره بنيجي بنلاقي الحاجه احسن من الاول. بصراحه حاجه هايله جدا، والتطور اللي حصل في النادي حاجه شيك قوي تواكب الحاجات الاوروبيه والنوادي برا مصر. كان مشرف بصراحه، وحاجه واجهه جميله جدا لبلدنا ان يبقى فيها حاجه بالمستوى ده. المكان حلو قوي، والفيو بتاعه حلو عشان باصص على بحيره كبيره قوي، مكان جديد ومودرن قوي زي ما بيقولوا. شملت عمليات التنظيم توفير سيارات كهربائية للتنقل بين جنبات الوادي ومدرجات تسهل على الجمهور متابعة كافة الملاعب، فضلا عن وجود مطاعم وفندق للإقامة.
بالإضافة إلى سيارات إسعاف وأطباء من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. من أول ما جينا الجولف كارز بيجيبنا لغاية الملاعب، ويعني فالدنيا مريحة جدا الحمد لله، وبتساعد إن الواحد يعرف يركز أكتر والولاد مركزين ومبسوطين. اتفاجئنا لما جينا إن الحمد لله المكان حلو جدا، منظم جدا، نظيف جدا. طبعا نحب نشكر وزارة الداخلية جدا على المجهود الرهيب اللي هم عاملينه ده. وتمتد المنافسات ليلا، لذا فإن الملاعب مجهزة بشبكة إضاءة عالية الجودة موزعة بطريقة تقنية على كافة الملاعب وفقا للمعايير الدولية. كان مؤهل قوي ان هو يستضيف بطولات عالميه، لان هو مجهز من كل حاجه، الاضاءه والارض جاهزه كويس قوي. انا احب اشكر وزاره الداخليه على اولا على ترحيبهم بينا، وثانيا على حسن الضيافه، وثالثا على المكان الرائع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. احنا لما بنيجي هنا بنبقى مفتخرين جدا بان احنا بنلعب في المكان، الاراضي، تجهيزات، لا يعني بصراحه يعني حاجه مجهود جبار، يعني لازم احب اشكرهم عليه. مكان حلو جدا، احسن مكان لعبت فيه فرسيه. هو مكان واسع ومريح جدا، والخيل مستريحه جدا فيه. طبعا بشكر وزاره الداخليه على المكان الجميل ده. منظر كويس جدا تظهر بيه مصر قدام العالم كله، اللي هي عندها ارض فروسيه مجهزه بالتجهيزات الجميله دي. والحمد لله كل بطوله بنيجي في تطور عن البطوله اللي قبلها، حاجه تشرف، مطابق لاي حاجه دوليه. وادي الفروسيه رجع روح رياضه الفروسيه في مصر. لا حديثة لأي مواطن النهاردة وداخل أي بيت إلا عن المم، عن التموين. وإذا جاءت سيرة التموين فنحن نذهب مباشرة إلى السادة المسؤولين عن تموين الشعب المصري، وزارة التموين. مش هضيع وقت حضراتكم في المقدمة، وهذهب على طول إلى مهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. مساء الفل مهندس عبد المنعم. محمد مساء الخير على مشاهدينا الكرام، ودايما كده مصر باذن الله تبقى في امن وامان واستقرار ان شاء الله. نبدا البدايه، يعني ايه انا دوله اكون منتجه للارز وانتاجي يغطي استهلاكي ويفيض ويبقى عندي ازمه ارز؟ انا قلت في الاول وفي كذا مكان ان احنا الحمد لله يعني بفضل اللي احنا عندنا السنه دي الرز الشهير اكتر من اي سنه، وعندنا فائض عن الانتاج. حلو. يعني ببساطه نشرحها استاذ محمد، احنا عندنا 500 طن شهير السنه دي، 5 مليون طن شهير السنه دي طالعين، بيطلع يطلعوا 3.6 مليون طن رز ابيض. احنا استهلاكنا كشعب مصر كله 3.2 مليون طن، يعني في 400,000 طن زياده. حصل الازمه لما جينا السنه دي وحبينا وزاره التموين تعمل زي ما عملنا في القمح، ونجحنا في القمح نجاح باهر في التوريد السنة دي، وهنشرح فيما بعد أثر علينا بإيه الفائدة لما وسعنا في التوسعات في الصوامع والتخزين، والقيادة السياسية لما نادت بزيادة المخزون الاستراتيجي وفتحت اعتمادات وتحديث الصوامع، قلنا نعمل كده في الرز، يبقى نورد الرز، يبقى في تأمين استراتيجي للرز التمويني اللي المواطن عاوزه ب 10.5 على مدار السنة، ويبقى في رز حر في المجمعات السلكية بالسعر المناسب. خدنا بعض الإجراءات، اتلقينا المضارب دخلت تضارب في السعر، كان اتفقنا على سعر التوريد للطن للفدان ب 6600 و 6850 العريض الحبل، فجينا اتلقينا المضارب اشتغل، فجمع الوزير تدخلنا بعد كده قلنا ندي المضارب تشتغل مع قطاع العز 50 في 50، يعني خدنا عدة إجراءات. فوجئنا برضو أن نسبة التوريد ما كانش على المثل الأعلى يعني، فالحمد لله برضو ماشيين معها واحدة واحدة لتأمين المخزون الاستراتيجي برضو. فالنهاردة فتحنا
زي ما بقول يعني الباب كله، وفتحنا للرز الشعير بقى اللي محقق المضرب الوقت يشتري. كان المزارع مش عارف يودي البقية الانتاج فين، هو ورا الطن مش عارف يودي الثلاثة ونص الباقيين فين، ونفس المضرب لو خد الاشتراء. بس الحكومة فتحت خلاص، فتحت من بقولها فتحنا رز الشعير ده كمان حرية التنقل بين المحافظات. الحاجة التانية برضو كان عملية النقل بين المحافظات، احنا عندك 7 محافظات بس من تجل الريس وواحد وش عاوزين، فكان الصعوبة برضو التصاريح والكلام ده كان يعني في بعض، هقول لك في ناس معوقة في ناس كذا في كذا. فتحنا نقل الرز الأبيض ما بين جميع المحافظات، أدى إلى تشغيل مضارب، وأدى على حاجة كانت متوقفة إلى تشغيل شركات تعبئة كلها. دي كانت متوقفة، كانت متوقفة، هتجيب رز منين؟ فأصبح النهاردة اللي تحبك متوفرة أهي. مش هنتكلم في السعر بقى هيبقى ايه؟ السعر برضه هينزل بقى؟ لا السعر اه طبعا، احنا النهارده حاطين السقف لفوق عشان اللي يشتري بقى يبقى مظبط ما يطلعش. انت حاطط سقف 20 جنيه 18 اللي هو النو الفاخر الكسر 3%، وانما القانون القرار بمجلس الوزراء مع الدكتور علي مصطفى منبول مصدر اللي هو اخر قرار 94 اللي هو امتداد ل 66 3 شهور جديد 12 و15، 12 سائب 15 معبى، بس السوق غير كده نسبة الكسر 10. السوق كان اقول لك كده، بس انا بقول لك الدنيا هتظبط خلاص، مش هتظبط بدات من امبارح والامبارح في الدنيا خلاص، لان حريه النقل ادت للشركات التعبئه اللي في الصعيد تشتغل، ادت شركات انها النهارده بعت لي 20 50 طن على خلاص بدينا معاد في التليفون، مش تصريح من هنا والتصريح من هنا ونقل عربيه وكمان توقفني والكلام ده كله. كان برضو يعني فيها صعوبه بعض التطبيق، ممكن واحد اخاف انقل كمين وقفني مش عارف ايه، كل ده اتلغى. طيب انا كمواطن عاوز اطمن على الاحتياط الاستراتيجي من السلع الاساسيه. طيب. السكر، الزيت، الشاي. الله انت جيت في حته يعني تمام قوي، اسمع ونتكلم بشفافيه عاليه، لان النهارده بالمواطن بقى كل مواطن عارف الدوله ماشيه ازاي وما فيش شفافيه. انا لسه بنتكلم عن الرز، بقول لكل مواطن اطمن احنا عندنا رز داخل البلد يفيض عن استهلاكنا 400,000 طن، يعني ما فيش فيها اي مشكله. الحاجه الثانيه نتكلم على السكر. السكر احنا عندنا النهارده اكتر من شهرين و10 ايام سكر موجود في داخل البلد متامن يكفينا. والرز السكر الجديد بدا التعاقد يطلع في 15 واحد خلاص، خلينا كنا مجتمعين والامبارح اللجنه ب1000 للعليا للسكر، وحددنا سعر التوريد قصب السكر اللي بدا 15 واحد الطن، يعني بصينا للمزارع لان دايما كان في مناداه ومجلس الوزراء رفعتوه من 1000 جنيه ل 1100 والبنجر ب 1000 جنيه برضو. ده برضو عشان المزارع ياخد حقه وبقى مستوفي التكاليف اللي هو خدها ويقول له هامش ربح، فدي توريد البنجر اللي هيبدا كده. والحمد لله احنا كنا بنستورد 1,000,000 في استوردنا 600، السنه دي ما جبناش من بره الا 300,000 طن، يعني عندنا زياده عن اللي هينتجه سنه. لما يطلع المحصول الجديد هيبقى عندي اكتر من شهر ونص فاضل كمان، فعندنا مخزون استراتيجي من الرز امن جدا. الزيت عندنا زيت خام اكتر يعني 4 سنه، وعندنا زيت تموين معبأ دلوقتي 6 شهور ونص، يعني احنا بنستهلك في الشهر 60,000 طن زيت تمويني. عندنا برضو المخزون الاستراتيجي، ويمكن عاملين مناقصات ان دايما اي بتنزل عن 6 شهور دايما بنعمل مناقصات عشان نكمل ال6 شهور بالنسبه للزيت. المكرونه عندنا مكرونه معبأ 5 شهور و7 ايام. عندنا الشاي اللي الناس كانوا بيقولوا الشاي والشاي، لا انا باكد وبقول اهو اللي بعد طلع اشاعات، عندنا شاي 13 شهر داخل الدوله، 13 شهر داخل الدوله. عندنا الاسماك الحمد لله، اللحوم عندنا مع الشركه المصريه السودانيه 12 شهر وايام. عندنا الحمد لله برضو من الالبان مخزون كويس جدا، الالبان عندنا 3 شهور، الالبان عشان تعبئه دي متجدده عندنا 3 شهور ونص. يعني السلع كلها في مصر ما فيش نقص في سلع، هو المواطن الاسعار شويه انا مش هنكر، هكلمك على الاسعار مش هنكر. هي الازمه فين؟ في الندره متوفر، في الدولار برضه الندره اللي عندنا ثقافه التجار شويه التاجر في مصر يعني، ولازم نراعي الحته دي. ان اول النهارده لا اصل الدوره بيسرب كذا، لا اصل هيحصل على السوق عشان مثل كذا، واحد قال لك لما الكلام الكتير اللي بيقول لما قال لك عندنا شهر بس، واحد يقول لك اصل العدس كذا، يعني هو امبارح كانت تطلع مشكله في العدس والفول واحنا قلت العدس متوفر عندنا، العدس عندي 7 شهور اللي يقول اي كلام انا اتحداه، 7 شهور خزين داخل الدوله عدس، والفول عندنا 3 شهور و8 ايام، والفول الجديد طالع قريب. فاحنا عندنا بس احنا كثافه او ثقافه التجار في اليومين دول اشاعات عشان الكل عاوز يتربع، عنده خزين التاجر عنده خزين، يبص للشهر الجاي السلعه ترتفع بيرفع في المخزن، ولما السلعه تنزل يقول لك اما اخلص اللي عندي. ليه؟
كبير. فين هنا بقى قوة يد الدولة؟ يعني قوة يد الدولة لما حصل تذبذب في الأسعار ده برضو. انت خلي بالك يا أستاذ محمد، انت في طالع من كورونا أثرت، طالع من روسيا أوكرانيا لسه مأثرة، طالع من مثلا ظروف اقتصادية عالمية، مصر برضو من ضمن الدول العالمية أثرت، بس لكن احنا أحسن كتير اللي عندنا وفرة في السلع، بس الأسعار بتتحرك في تحريك في الأسعار. ولكن عاوز اقول لما حصل بقى في ذبذبه وحصل في كذا، في اجراءات اتخذت سريعا من يوم الاربعاء اللي قبل اللي فات، ان شاء الله تنتهي الاربعاء لجنه التسعير. اول حاجه اللي هو لما دوله مجلس الوزراء قعد، ويمكن غير السياسيه قعدت مع وزير التموين ووزير التنميه المحليه، يعني في توجيهات شديده جدا بتكثيف الحملات ووضع اليه لضبط الاسعار، وده اليوم الاربعاء ان شاء الله جاي هيبدا اللجان بالتوفيق. يعني احنا ماشيين دلوقتي بنقول ايه، يعني توعيه زي ما حضرتك من الاعلام شغال معانا بصراحة، الإعلام المرئي والمسموع شغال على قدم وساق في التوعية، وإحنا حملاتنا دلوقتي كلها أربع جهات شغالة في السوق، سواء مفتشين التموين، مفتشين مباحث التموين، هيئة سلامة الغذاء، جهاز حماية المسالك، حملات مشتركة بننزل اللي مش معلق في إنذار يا السلعة السعر يبقى السلعة، يا في قائمة أسعار موجودة وتلتزم بالفاتورة وعدم البيع بأسد أو الحجب أو الآخر شغالين، لأن يوم الأربعاء هتبدأ آلية التنفيذ. هتبدأ إيه آلية التنفيذ؟ هتعدوا بقى اللي هو مفتشين التموين. احنا قلنا نقول اهو حضرتك، احنا موجهين رساله، الرساله دي متوجهه ايه؟ كشك بتاع الخضار، واحد في حاره فتح اوضه وبيعدي من بيبيع من شباك، لازم هناك قائمه اسعار. اول حاجه تبقى ازاي الاسعار برضه عشان المواطن. اول حاجه في يجوز عندي سلعه، يجوز وضع السعر على السلعه على العبوه، مثلا عبوه الجبنه، عبوه اللبن، عبوه الشاي، عبوه الرز، عبوه السكر. في سلع لا ما ينفعش احط عليها السعر زي الكوسه الطماطم، زي الكوسه الطماطم ده هيبقى لها وضع. في سلع برضه زي السمك وكل الحاجات دي هيبقى في قائمه اسعار، قائمة أسعار. في سلع النهارده مش هتبطها ما اقدرش اجيب لها فاتوره، مثلا هيقول لي سوق الخضار، احنا عندنا لجنه في سوق الخضار في سوق اكتوبر في سوق الابره، هتدي لك سعر السرشه، تديني سعر السرشه يومي وانا هضبط. هيجي بيقول لي انت مش عارف تضبطنا، طب ايه سعر؟ لا والله انا عندي قرار 330 اضبط بوه لمؤاز، يعني زي ما بقول مش عايز اطلع يعني ايه كده ايه انت في القرار ده بيلزمني. اي سلعه طالعه من المورد او المستهلك او من المورد او المصنع او المنتج، مهما زادت حلقات التجاوز زي ما في سعر المصنع في سعر المستهلك، سعر سين ب م سعر بيع المستهلك، سعر بيع المستهلك ده هو التاجر ملزم يحطه على الرف، وملزم ان انا اراقب الفاتوره واراقب الرف واراقب الكاشير. مين اللي هيراقب؟ ان احنا دورنا احنا كمفتشين مجازة، انت تشوفها بعينك على الرف 10 وانت واخد 10 15 سلعه وماشي بالعربيه في الموت، لقيت فيه 3 4 سلعه من انت على الرف 10 مضروبه 12، انت ما تاخدش بالك. يبقى هنا دوري، يبقى الاعلان على الاسعار دي نمره واحد، هو يحطها لك على الرف بسعر، بس تيجي تحاسب الكاشير تلاقي انت وانت خدت الفاتوره مجمل وماشي. يبقى اول حاجه الاعلان عن السعر، ثاني حاجه الالتزام بسعر الفاتوره او السعر العادل اللي احنا نقول عليه او السعر اللي هيتم، ثالث حاجه عدم البيع بأزر من السعر المعلن، رابع حاجه الحجب او الاحتقار او منع البيع. العقوبات ايه؟ العقوبات هنا تصل من 200,000 جنيه، تصل اقصى عقوبه 5 مليون جنيه، والغلق والمصدد البضاعه. هتكلم على الغلق ده ظرف استثنائي، واحنا في ظروف استثنائيه، صح، ظروف عالميه مش هنسنى، ولا السياده المستشار النائب العام بيسمح برضه بالوضع القديم ان هو تحافظ على السلعه واستنى اما القضيه تخلص والكلام، لا احنا في وضع استثنائي امر بالبيع فورا. يعني اخر حاجه يمكن شفت حضرتك احنا ضابطين من يومين 150 طن رز محجوبين عن السلعه. ايه اللي حصل؟ اتحجيت 10 عربيات كبيره حملناهم وراحوا المضرب تبع الشركه واتضربهم ويطلعوا بواقع في السوق العادي. انا النهارده لو مسكت السلعه حتى لو تحت التصنيع، لا باخد عليه اقرار صنعها وطلعها وتتباع فورا، فلوسها تحط في المحكمه، ما هي الفلوس زي المضبوطات على ذمه القضيه، صح؟ يبقى انا احطها في المحكمه بس اعمل اتاحه وتوفير للسلعه فورا. ما تصعب بينهم بعض التجار بيقول لك ورجال اعمال السعر الاسترشادي والحاجه اللي انتوا هتعملوها دي هتؤدي الى اختفاء السلع من الاسواق. يختفي هتروح ترد تقول هقول له ايه؟ يخليه يختفي. الدوله مش ضعيفه، الدوله المصريه عندها اليات وزراعتها، احنا عندنا منافذنا كوزاره التموين
عندنا 1300 مجمع، عندنا 600 فرع جمعيتي، عندنا منافس وزارة الزراعة، عندنا منافس النهاردة وزارة الداخلية لا ننسى دور مباحث التموين وأمان، عاملة دور كبير، عاملة دور كبير، مبادرة كلنا واحد لازم نقول كل واحد ياخد حقه، لا ننسى دور جهاز الخدمة الوطنية في عربياته وسياراته. الدولة النهاردة كانت دولة رئيس مجلس الوزراء توجيهات القيادة السياسية من شهر يناير، شوف احنا في شهر رمضان هيبدأ في 3، لا من شهر يناير تبدأ المبادرات والشوادر الخاصة برمضان، الخاصة برمضان هتبدأ من يناير، تبدأ الشوادر والسيارات المناقلة والمبادرات، ووجه معالي وزير التنمية المحلية بتوفير الأماكن في جميع أنحاء المحافظات والمراكز بوجود شوادر وعربيات متنقلة ومعارض موجودة بتخفيضات، تبدأ من أول يناير تحليمين حتى شهر رمضان الكريم إن شاء الله. يبقى أنا عندي إتاحة، السعر قلت رقابة إعلان أزيد كذا كذا. الحاجة التانية بقى إن اللي بيضبط السوق إيه؟ ما المنافس الحكومية دي هي رمانة الاتزان النهاردة في السوق، كل مادي إتاحة ودى عرض خلي الحاجة بقى لما زي ما يجي. فاكر أنت في رمضان السنة فاتت لما الناس عرضت وقالت رجعت وروح اشتريت وعملت ونزلنا بمعارضنا والعربيات والأسواق المتنقلة والسيارات والكلام ده كله؟ فكرة كويسة إنكم تبدأوا وكسور رمضان من يناير القادم، وبدليل المجمعات السنوية ما عندناش زيادة في الأسعار زي بره، ما فيش، عندنا المجمعات كلها أسعار وفي حجم طلب كثيف، في حجم طلب. النهارده مش عارف بقى من حق اول الكلام ده، النهارده كنا عندنا جنب من حضرتك في حديقه الاورمان عاملين مهرجان الجبنه السنوي ومعرض كبير جدا جدا. شوف الاسعار النهارده الحمد لله في المعرض، انا ما كنتش متوقع نسبه الاقبال والاقبال كبيره جدا جدا النهارده في حديقه الاورمان في مهرجان الجبنه السنوي، جبن متنوعه كلها جبنه بلدي، منتج بلدي عظيم، منتج مصري. في النهارده كنا لسه خارجين من معرض الزيتون، خارجين من مهرجان العسل، فاحنا شغالين. اتكلمنا على كيلو الفول وكيلو العدس، كيلو الفول عدى 30 والعدس 50. انا لسه بقول لحضرتك كان في الناس عملوا شائعه في الفتره اللي فاتت ان عندنا شهر بس من العدس والكلام ده، انما قلنا ان العدس عندنا 7 شهور، ويمكن من فتره ثانيه في احد البرامج حد قال العدس ب 79 جنيه كيلو، كان عدس شركه ما حاطه 39.75، ونزلنا وتدخلنا وجبنا الشركه وقعدنا وعرفنا ترك سعر الكيلو الكندي بكذا، وسعر الكيلو ال 28 الكندي والتركي كان ب 30، يبقى جملته يوصل في السوق كذا، وفعلا نزل السعر. فالنهارده الاشاعه دي كانت طالعه من يومين، ولكن احنا ردينا اهوت وبنرد من امبارح، عندنا عدس يكفي 7 شهور، محدش يقدر يرفع الاسعار. سعره كام العدس النهارده؟ سعر الجمله كان داخل البلد من 28 ل 32، يعني المفروض في السوق ما يزيدش عن مثلا نقول ايه، حط 5 ربح 5 جنيه. فان شاء الله يعني الدنيا تظبط خلال ايام. فاحنا النهارده بنرد، ما احنا قاعدين هنرد على الشائعات، نرد على الشائعات. انا قصدي بس ما دي الحاجات، هو ده اكل الشتاء كمواطن العدس؟ لا العدس عندنا الحمد لله، وبطمن الساده المشاهدين عندنا عدس يقضينا 7 شهور، وانت عارف صاص الشتاء، انت عارف 70,000 اداني يكفونا لو يعني خصصناهم ينتجوا عدس بدل ما نستورده. يعني ما يعني اصل احنا انت عارف العدس ده من الساعه كنا فينا بنستورد منها من تركيا، من تركيا وكندا، عدس تركي وعدس تركي الموجود في مصر يعني من كميه. الفول عندنا 3 شهور مخزون استراتيجي وكم يوم كده، والحمد لله الفول الجديد طالع، يعني عندنا برضو مخزون رجيم الفول. بس هي بقول لحضرتك في ناس تبص الحاجة زادت ده بيزود ده بيزود، ولكن كل ده هيظبط بالفواتير لما نبدأ نشتغل. احنا عاطين مهلة للناس، هانت المهلة، فات أسبوع يوم بقى يعني 6 أيام. خلينا نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل حوارنا مع ضيفي مهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. الحوار متواصل مع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين اللي مشرفني مهندس عبد المنعم خليل. مهندس عبد المنعم، ما تقولوه أهو الآن كوزارة وكحكومة وكدولة إن الإتاحة كبيرة. طيب من المشاكل اللي بتقابلنا في أي سوق الاحتكارات.
طب انتوا هتتعاملوا معها ازاي؟ والله اللي بيحتكر النهارده زي ما قلت لك في عندنا قانون المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه اللي فيه، عندنا قانون رقم 3 لسنه 2005، عندنا قانون حمايه المستهلك 181 لسنه 2008، يعني قوانين كثيره تنفيذها وعقوباتها. لما حصل في الدواجن في سنه من السنين والناس خدت احكام كبيره جدا، فالنهارده انا لسه قايل لنا في عدد برامج ولا من خلال حضرتك ان انا اي واحد يحتكر النهارده سلعه في اجراءات رادعه. يعني قلت لك حضرتك لسه جايبين من مخزن 150 طن ارز شير، جايبين من كفر الشيخ 92 طن، والامبارح في كل يوم احنا شغالين حجم المخازن جيبها مش رز شير النهارده كتير. بجانب النهارده في قاعده بيانات النهارده معروفه وبنعرف، يعني هنتكلم على مثال الاعلاف برضه. انا النهارده في لجنه الاعلاف بنبص النهارده هنعطي لسين افراجات 1000 طن من مينا، والدولة تحملت وعملت تسهيلات في إجراءات وعشان توفير الدولار والكلام ده كله في ظروف استثنائية. ما تجيش النهاردة أبيع 5 هنا و10 هنا واحتكر الباقي، لا، أنا بعمل لك سجل حركة، تخدت 1000 بالفاتورة النهاردة، أنت بعت لمين وبقى عندك كام، وبعد ما يبيع والله تعالى لي أنت بعت الفاتورة بكام، التكلفة هنا كام، كل ما أستاذ حاسب نسيب حد يلعب في البلد النهاردة، تبعت بكام والتكلفة النهاردة، منع اللجنة مع لجنة الأعلاف تكلفة النهاردة الطن من 20-21 ألف جنيه، تبعت مثلا بسين يبقى الفرق كذا، هنحول محكمة اقتصادية، يبقى في إجراءات، لأن النهاردة دي مش وقت اللي احنا نلعب بمقتضيات الشعب أو بالسلع أو بالتخزين أو بالحجم. النهاردة الحمد لله يعني الشعب بقى عنده وعي، بقى عنده وعي، في خط ساخن لنا، في خط ساخن في مجلس الوزراء، تلاقي مثلا بتجيني معلومه، يعني بتجيني معلومه النهارده فلان في مخزن فلان كفيه كذا كذا، ما احنا جبنا المخزن في البحيره، جبنا المخزن في كفر الشيخ، انا بكلمك النهارده وعندي معلومه في كذا كذا الاسبوع الجاي، ومش عايز اقول لك في كنا عشان اقول حد اتصل بالتليفون في واحد بيخزن كذا 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 في محافظه كذا، والمخازن 1 2 3 4 بننزل نجيبها. ليه النهارده احنا مش هقعد اقرر ان احنا في ظروف استثنائيه وفي ظروف اقتصاديه العالم كله بيتاثر بها، 80% منها جاي على الشعب المصري، لازم كلنا نتحمل ولازم نقف. اي واحد النهارده بيلاقي واحد جنبه مخزن قافل مخزن على سلعه ما بيغش بيبيع بسعر ازيد، احنا عندنا خطين سخنين 19-5-88 او 16-528، احنا بيتم التحرك فورا. وعاوز اقول لحضرتك اي واحد بيتصل اللي هو بيشتكي نفسه، عاوز اقول اوصل اكتر من كده، تعرف ان بياناتك سريه ودي حاجه سريه لا يجوز الافصاح عنها باي وقت. طب قول لنا ارقام التليفونات تاني، 19-5-88 و 16-528، مش عاوز اقول لك ده ب 500 خاصين بوزاره التموين، لا ده حسابات المستهلك وجهاز مجلس الوزراء. مش عاوز اقول لك مجلس الوزراء بيبعت الشكوى بعد ساعتين بيطمن ايه اللي تم في الشكوى الفلانيه، واحنا بنرد على بالتليفون تم كذا 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 ايه اللي كذا. يعني النهارده في سياق كامل ما بين الوزارات وبعدها ما بيننا وبين مجلس الوزراء، مجلس الشكاوى بقى النهارده معمم بيتم المراجعه. فكل طيب كلمني مهندس عبد المنعم عن القمح. القمح المتاح منه كام؟ القمح يعني ده اهم السلع اللي احنا بنقول بنجيب 50% 50%، والدوله خدت خطوات من السلع الاستراتيجيه، وتشكر الدوله والقياده السياسيه عملته في الصوامع، والنهارده المخزون الاستراتيجي اكبر دليل اللي هبرهن عليه قدام حضرتك ان انا عندي قمح كافي للموسم الجديد، وده ما حصلتش في تاريخ مصر، انا عندي قمح لابريل 23، بدليل ان انا النهارده كوزاره التموين بطرح القمح اللي في الوزاره للقطاع الخاص. حضرتك عارف كده ولا لا؟ عندنا البورصه السلعيه النهارده بنطرح يومين في الاسبوع على منصه هيئه السلع التموينيه طرح قمح للقطاع الخاص، بنبيع 12000 18000 مرتين في الاسبوع للقطاع الخاص. ليه؟ عشان توفير واتاحه. طب انا ببيع في القطاع الخاص ليه النهارده؟ عشان كنا عاملين حسابنا في التوسع في الصوامع، وعاملين حسابنا في المخزون الاستراتيجي الامن من القمح، وعاملينها من فتره، فالنهارده عامله اتاحه في السوق. ما عنديش مشكله في القمح، ليه اهم ويعني سلعه في مصر النهارده هو القمح، لان الرز احنا عندنا انتاج محلي وزياده. حاجة تانية، في الدولة خدت كمان الزراعات التعاقدية السنة فاتت لما حددنا سعر القمح قبل ما الزرع، وحصل فيه زيادة كمان حافز انتاج، حافز من معالي الحافز كده وحافز من سيادة الرئيس للناس لما وصل 865 النهاردة، والقمح لسه بيزرع. بنقول لك القمح الجديد الأرداب اللي هيتورد السنة الجاية اللي انت تزرعه ب1000 جنيه،
شوف بقى الوضع سعر مسبق مسبق عشان بدل ما كنت بتزرع فدان ازرع اتنين عشان المزارع ما كانش عارف هيورد محصوله ازاي هيلاقي لي ورد محصوله النهارده واللي حصل في القمح النهارده بيحصل في القصب الزراعات القضيه مع شركات البنجر والسكر برده ادى النهارده اللي احنا يعني لسه راجع من السكر ادى الى زياده المساحات المزارعه بدل ما كنت بستورد مليون النهارده السنه دي ما جبناش الا 300,000 فالنهارده الدوله ماشيه في توسع في الزراعه التوسع في التقاول محاصيل السعودات جيدة وكان كان بيتكلم أحد أخواننا في الزراعة اتكلموا في الموضوع ده والإمبارح في القصب بيتكلموا على حاجات هتحصل في 23 و24 جدا هتوفر توفرات كبيرة جدا جدا في القصب والمية والكلام ده كله بنتكلم على تشجيع بنتكلم على سد الفجوة ما بين الإنتاج والإستهلاك في معظم المحاصيل الهامة والاستراتيجية دي مشغلين فيها يعني على قدم وساق. طيب عايز أكلم حضرتك عن الزيت وقضية تتعلق بإعادة تدوير الزيت. أنا دي قضية خاصة يمكن شايلها على عاتقي كده مش عارف ليه. أصل الناس اللي قضية الزيت المستعمل خد يعني حجم كبير. هو في ناس بتعدي على البيوت. في ناس بتعدي على البيوت. أنا عاوز أجر رسالة. والمسؤولين اللي أمامي قبل أي حاجة برضو. وأسعاره ارتفعت. هقول حضرتك كان يطلع بعض الناس الزيت مش كارثة إن هنا كارثة إن هناك كارثة وخد موضوع وكل واحد بيتكلم على هواه في كل مدى. ولكن عاوز أقول أنا يعني. كواحد يعني او اشتغلت او بصيت على هذا المجال او عندي في هذا المجال كتير الزيت المستعمل زيه اي سلعه كان ب 8 جنيه وصل ل 6 جنيه وصل النهارده ل 17 جنيه صح لما انت مش اسف كده لما رب تميت او حد في البيت يجيب كيلو زيت النهارده ب 35 جنيه او ب 33 جنيه ولما يجي يستعمله ويبيعه ب 17 جنيه انا ازعل ليه ما هيروح فين ما لسه هنزعل هاجي معاك همشي معاك واحده واحده همشي معاك هروح فين ازعل ليه هترميه في الزباله هتسد حدوده هيعمل ازمه في المجال بعته المطعم اللي شغال بيشغلته النهارده وهيرمي الزيت في الشارع مش بيعمل بيئه او تلوث بيئه الزيت ده لما بيتجمع النهارده بيروح فين بيروح وقود بيولوجي بره لايطاليا ولايطاليا بالذات اكتر دول يعني ايطاليا وقد يكون الامارات بتستخدم منه ماده في مستحضرات التجميل بتستخلص منه وله استخدام وقود بيولوجي انا النهارده بقى عاوز دولار مش عاوز دولار طب لحظه بس انا موافق يطلع بره مصر من حاجه والله هرد على كل كلمه هرد على كل كلمه في مطاعم بتاخده وتشتغل هرد على كل كلمه يا فندم هرد على كل كلمه لحضرتك انت عارف الضمير يعني طب هرد على كل حضرتك ولو كلامه غلط انا حد عاوز حاجه جميله انا حاجه جايبه لي دولار وبينظف البيئه المطعم النهارده ما بيرخصش ترخيص لما يكون متعاقد مع شركه للتخلص من الزيت والكلام ده كله سليم الزيت انا قلت بيسافر بره وقول بلجو في شركات معاها ورق ومستندات ومعاه سجل ورخصه بهذا الكلام صح يتم ده عن طريق هيئه حكوميه الله ينور عليك زي وزاره التموين روح انتوا خدوا مش انا بقى وبقالات التموين ياخدوا مجلس الوزراء شغال في هذا الموضوع في لجنه شغاله ازاي التخلص باليه اي حاجه عاوز تظبطها حضرتك انما القطاع الخاص هياخد يروح بيع للمطاعم تحت بير السلم انا بقول لك اهو اي حاجه عاوز اعملها ما قلتش اوقفها اقننها اصلها يبقى انا عملت ايه سجل حركه انني استعملت كذا او جبت كذا وطلعت كذا وطلع لي هنا واعرف ان كده واعرف الشركه اللي جمعت الزيت دي سجل داخلها كام وصدرت كام هقنن وليس امنع اللبن ومن قال لي ما فيش النهارده بلاقي فيه غش في اللبن اللحوم ما بلاش فيها غش ما كل سلع فيها غش النهارده وبنجيب منها قضايا غش كتير جدا جدا مش معنى ذلك ان انا اوقف انتاج اللبن مش معنى ذلك ان انا اوقف انتاج اللحوم لا انا بطالب بتقنين ويمكن مجلس الوزراء شكل لجنه عليا لهذا الموضوع ويمكن معانا شغالين فيه على قدم وساق وخدنا توصيات وشغالين في هذا الموضوع بس مطمن الناس ان الزيت ده بيطلع اول بيخش في صناعه الصابون دي نمره واحد كنا بنطلعها في صناعه الصابون ويمكن كان عنده مضبوطات قبل ما كان الموضوع ده يزيد بقى فتره كتيره جدا في هذا الزيوت وكانت بتتعدم بفلوس لا وديتها مصنع صابون في طنطا اللي هو المخصص مصنع صابون طنطا ليه النهارده ما نستغلش المخلفات بالطريقه الصحيحه في تدور فلوس يا انا عندي سماد عدوي ما هو ما فيش اعتراض عندي هو سلعه بروح هو الخوف بس عشان ما فيش ضمير ما هو لا ما احنا يبقى انا قنن وراقب انما انا ممكن استخدم اي مخلفات النهارده انا عندي زيت عربيات مثلا منتهي او غير صالح او كده الوز بيه البيئه ولا ادخله في الاسفلت او في الشحن انا بتكلم كحاجه برضو حد يرد علي عندي النهارده رز او مكرونه او على حاجات دي ممكن تخش في الاعلاف
صالح سليم لما كان عندي مثلا قضيه فيها قمح غير صالح لاستخدام الادمي، جبت المركز الاقليمي وخدت عينه منه من وزاره الزراعه مركز اقليمي وحلل قال يجوز علف للحيوان، ليه عدمه بقى وينفع علف للحيوان؟ الزيوت المستعمله لو صدرناها تجيب لنا دخل، بتجيب دخل جامد يا فندم. شفت انت بتقول لك كيلو ب 17، ده انا باخده ب 17، ما لسه هعبيه واصدره بكام؟ عندك تقدير يعني؟ عندك لا لا انا يعني مش هقول لسه، بس انا بقول لك في شركات، انا بحثت هذا الموضوع، شركات بتستخدم الزيت ده وبتصدره بره ومعاها سجلات ومعاها تصدير. في حاجه بقى تانية اللي عاوز اقولها برضو، اللي انا عاوز لاصحاب المطاعم بقى والحاجات اللي بقول لك عليها، ان في عندنا بودره اللي الناس بياخدوها بيقولوا دي في تنقيط الزيت، البودره دي بتيجي من الهند، بتيجي من هنا بتتحط عشان تدي الزيت الاصفر وتنظف خطوط الانتاج في مصانع الزيوت في تنقيه الزيت، ولما تيجي تقلي الزيت في المطاعم ما يعملش الدقيق او البصمات، يعمل تكتلات، دي ما فيش فيها حاجه مشكله خالص. ولكن في ماده اخرى اللي استغلها، وبوجه النهارده رساله لاصحاب المطاعم واصحاب الشركات، ان في فرق بين صوديوم مغنيسيوم سيليكات اللي بتستخدم، وفي فرق ما بين سيليكات الالومنيوم اللي ممنوعه تماما. اي واحد يجيب لك ماده سيليكات الالومنيوم ويقول لك تنقي او دي ممنوعه، دي ممنوعه، اما دي ممنوعه، وهننزل بها منشور يعني خلال ايام. في جديد في بطاقات التموين؟ لا بطاقات التموين ما فيش جديد شغاله، وفي بس اضافه المواليد اللي هي اربع حالات اللي قلنا عليهم، اللي هو شهداء الاسر من الجيش الشرطه، تكافل الكرامه، اللي هو اللي معاه كارنيه الخدمات. هي دلوقتي البطاقه الفرد ل 51 جنيه الفرد ل 51 جنيه، وان شاء الله يعني في على امل لو في شهر 7 في ميزانيه جاده، تعرف دي ميزانيه وما بتقرهاش التموين بس عشان احنا ما نظلمش وزاره التموين في البطايق. لا طبعا ده بيكررها الدولة الحكومه، وزاره التخطيط الماليه، البرلمان، وعندنا كمان الرقابه الاداريه والانتاج الحربي. فوزاره التموين يعني احدى الوزارات المشتركه في بطاقه التموين. الدعم الاستثنائي هيتصرف لحد امتى؟ الدعم الاستثنائي كان فيه قرروا السيد رئيس الجمهوريه اللي هو 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه كنا شغالين فيه، وده بيتكلف 6 مليار، يعني كان 6 مليار عشان الكل، يعني في الشهر اكتر من 983 مليون بالظبط يعني. وان شاء الله هو ده امتد، يمكن فخامه الرئيس مده الى 30 يوليو اللي احنا شغالين، الى شهر يوليو اللي احنا ان شاء الله. تنقيط البطاقات التموينيه تمت ولا لسه؟ احنا في او انتهيتوا منها؟ انتهينا منها، بس برضه النهارده انتاج الحربي شغال على قدم وساق في يعني دي عمليه مستمره، دي استمر يعني مستمره. واي واحد بيعمل تظلم وقع على اي ظلم بيتم متابعته فورا، وبترجع البطاقه اذا كان هناك ظلم في اي خطأ. بس نسبه الاخطاء النهارده مش كانت الاول، لو كنا بنتكلم على 30 لا تتعدى 0.5%، وبيتم التجاوز علينا فورا يعني. في ناس يتصلوا بيا يقولوا لي انا خرجوني من بطاقه التموين، ما خرجوني ده، فتلاقي عنده مرتب حكومي، تلاقي عنده سيارة، تلاقي عنده أي حاجات من اللي بتشيل بطاقة التمويل. قدم لو حصل هناك خطأ، بقول لك العدلية تجاوز. طب لو مستحق هو يعمل ايه؟ انا قال طلع في البطاقة في البرند بتاعي ان في مرتب زي حكومي زاد، بيجيب انا البرند الحكومي اللي مرتب عنده الحكومي لو زاد، لو زاد دي حاجات اوتوماتيك على طول. انت حدك الاقصى 3000، النهارده كان 9000 وصلت 9600 ده السنة. لا يا فندم الشهري، في الشهر اللي هو الشال التموين او العيش النهارده، وما بيشالش بيشال تموين بس بيصرف عيش. ان او سياره اللي كانت فوق 14 النهارده فوق 18، بيروح يجيب شهاده من المرور، حتى لو باع السياره وجاب شهاده بيجيب شهاده من المرور ترجع تاني البطاقه. اصل هو انا اسف جدا مش عاوز لفظ قابل للتغيير يعني، يعني موضوع قابل للتغيير، السبب زال بترجع البطاقه تاني. انت ممكن تخرج بره التموين وتدخل تاني، الظروف تغير، الفرد يشال ومرتبه قال يعني كده. فالبطاقه دي حاجه مستمرة شغالة يعني. أسعار بقى الخبز الحر في المخابز، الخبز في المخابز يعني بجنيه وبقى يعني، احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده، ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء سعر العيش في واحد في شهر كان في تقريبا في مارس، الناس هاجت وعامل. ويمكن النهاردة احنا عملنا حاجة في وزارة التموين عشان نتفادى من الموضوع ده، ان احنا بدأنا نطرح الدقيق، ما كانش قالوا سعر الدقيق غالي، بدات وزاره التموين تدي دقيق للمخابز السياحيه والافرنجيه على اساس ياخد الدقيق ب 11000 جنيه، ان هو يخبز رغيف 40 جرام 40 جرام ب 75 و 60 جرام بجنيه، والرغيف السياحي العيش ب 75 جرام بجنيه. فالنهارده انا مش هختلف معاك في يعني عشان بس يبقى على ارض الواقع، ما بحبش كلام مزيف، في زيادات وفي ناس بتشتغل على راحتها، ولكن النهارده انا بقول لكل صاحب مخبز
وبوجه رساله لكل صاحب مخبز، انت هتقول العرض والطلب ماشي، ولكن النهارده انت عليك قيود وعليك برضو مراقبه. اوعى تفكر انك صاحب مصنع سياحي ما عليكش مراقبه. هيطلب منك فاتوره الدقيق انت جايبه منين، دي نمره واحد، وانت مالك منشاه. هيطلب منك لازم تحط الوزن والسعر، ما اقولكش انت حط الوزن كام، حط في يافطه معلنه للمواطن وزن الرغيف عندك سين والسعر سين، عشان الفرن الثاني يحط سين وصاد، ويبقى انا المواطن يقدر يفضل بين ده وده، عشان موضوع عرض والطلب ده السياحي اللي بره اللي بره. انما انا بتكلم كده، ده اوعى فكر انت فوق القانون ولا بره التسعيره ولا بره كده، انا ما بقولش السعر جبري، ولكن حط لي وزن وحط سعر وتكون فاتوره الدقيق عندك، انت عليك مراقبة، عندك شهادات صحية، عندك شهادات صحية، عندك فواتيرك، عندك المفروض الوزن ده اللي بقول عليه، عندك السعر المعلن. اما انتش فوق القانون عشان تشتغل براحتك، وكل هيتحاسب. احنا بندي فرصة اهو عشان من يوم الاربع الجاي الكل هيتحاسب. الاربع الجاي ده بداية تطبيق، وباقي رسالة بحضر من خلال برنامج حضرتك لكل فرن سياح، ما تفكرش انك بره المنظومة او بره القانون. مطلوب منك فاتورة الدقيق، مطلوب منك تحط في اعلان الوزن والسعر، وانا ما اطلبش منك، انت اللي تحط عشان احاسبك عليه، عشان ما اجي اوزن الاقي عندك الوزن المظبوط اللي انت قايل عليه، اللي انت قايل عليه مش هعملها سايبه زي كده، وفاتوره الدقيق والشهادات الصحيه والملف عندك، الحاجه موجوده عندك زي اي منشاه عاديه خالص جدا، زي السوبر ماركت، زي اي حاجه بتراقب عليها. عندكم اليات انكم تراقبوا ال 27 محافظه؟ عندنا اليات يا فندم، يعني الحمد لله. احنا اقول لك لا الاليه بس يا استاذ محمد، انا عاوز اوجه برضو من خلال هذا، احنا عندنا، انا كنت مش هقول لك انا كنت وكنت يعني في القانون التراخيص الجديد والمحلات الجديده، واحنا بنحاول نحول القطاع الغير رسمي الى الرسمي في قانون المحلات الجديد والكلام ده كله، الدوله شغاله، ولكن احنا عندنا 6 مليون منشاه الرسمي، ما فيش قدامنا 5 مليون منشاه غير رسمي، صح؟ يبقى انا عاوز 11 مليون مفتش. احنا بنراقب من خلال يعني وجود رساله قويه، وعندنا مفتشين بنراقب المخابز الصبح، بنراقب المستودعات، بنراقب البنزمات، بنراقب الصلاحيات، بنراقب العجب، بنراقب الاحتكار، بنراقب الشيء، يعني المجهود كبير. مفتشين النهارده او الجهات الرقابيه، ما بتكلمش عن وزاره التموين بس، لا الجهات الرقابيه في جميع الجهات النهارده بصراحه شغاله ال 24 ساعه، ولكن النهارده احنا ممكن نكون قادرين، والعدد ده اعتبره عدد المواطنين كله، لو كل مواطن بقى ايجابي وبقى رقيب واعتبر نفسه مفتش او مامور ضبط قضائي بالتبليغ والاشاره والايجابيه، ان شاء الله السوق هيضبط خلال ايام بسيطه جدا جدا. في نهايه لقائي بشكر ضيفي العزيز مهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين، بشكرك شكرا جزيلا. كل التحيه لحضراتكم، بكره حلقه جديده من المصرف فندم، انتظرونا باذن الله 8 مساء. سلام عليكم.